إلى حدود الموسم رقم 65 في تاريخ البطولة التونسية لكرة القدم، زوز مباريات فقط تم فيها تعيين حكام جنوب الصحراء، وأول حكم هو الجامبي مودوسوي بتاريخ 11/5، وكان ذلك بملعب شادلي زويتن لقاء جماع الملعب التونسي بمستقبل المرسى. والحكم الإفريقي الثاني هو المالي أوسمان سيدي بي، أدار لقاء من الرابطة المحترفة الأولى بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى موسم 2006 بين نجم حلق الود والكرم والنجم الساحلي. بعد 14 سنة، الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر الاستنجاد والعودة مرة أخرى للتحكيم الإفريقي لإدارة بعض مباريات البطولة المحلية. قرار صائب وشجاع، ويحسب للمكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم، خاصة كيكون حكم في قيمة بملك تسيماه لليوم لحد الآن قاعد يتحكم في المباراة، قاعد يعطي كل حق ذي حقا حقه. الحكم الثالث الإفريقي في تاريخ الرابطة المحترفة الأولى هو الدولي الأثيوبي بملك تسيما ويسا، يعرف مليح الجمهور الرياضي بإدارته للمباريات الإفريقية للأندية التونسية. حكم في 8 مناسبات بالملاعب التونسية ضمن مختلف المنافسات الإفريقية لأنديتنا، ولكن لأول مرة تسيما ويسا يتواجد الأربعاء الفارط لإدارة لقاء لحساب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الكلاسيكو لجماعة الترجي الرياضي بالنجم الساحلي. ينضاف للقائمة الحكم الرابع في تاريخ البطولة التونسية الدولي الكامروني اليوم نيون، كان أدار الدور النهائي لكأس إفريقيا للأمم الأخيرة بين منتخب الجزائر والسنغال بملعب القاهرة، وجالي تونس في 6 مناسبات لإدارة الحوارات الإفريقية للأندية التونسية، ولكن في المقابل يتواجد لأول مرة ضمن لقاءات البطولة التونسية ليدير ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي ونادي الإفريقي. ولكن عودة التحكيم الأجنبي لبطولتنا ربما سيؤثر على صورة ومردود التحكيم التونسي بمختلف المنافسات. موضة جديدة، كنا نجيبوا من العرب ولا نجيبوا من الافريق، كي نقلبوا الآية زعما احنا عندنا شكون يمشي للافريق باش يزفر ماتش البطولة، مش معقول باش تاخذ. هذه ما نعرفش علاش القرارات هذه كل مرة يطلعون بقرارات جديدة كيما هكا، هذه بالعكس تمس التحكيم في تونس وتمس السبور في تونس. إن شاء الله ما تعودش، إن شاء الله تكون غلطة. الأجنبي كي يغلط نقبلوا له، التونسي ما نقبلولوش، ما نرضاوش بالغلطة نتاع التونسي، ولهذا توا في الماتشات هذوما الكبار سبيرونس وليتوال وسبيرونس كلوب وكلوب وليتوال، كي نجيبوا حكم أجنبي ما فيها باس، ميمسي الحكم التونسي باش يتضر شوية باش يقعد فرايجي. التكثيف من المتقيات التكوينية ومزيد تنظيم الترابصات الخارجية وخاصة الصبر وإعطاء الفرصة للحكم التونسي، لأن إقصاؤه من المباريات الهامة مش بشي يصلح المنظومة التحكيمية التونسية، ليعطي صورة سلبية على الحكم التونسي لمختلف البطولات الأجنبية. نحب فقط تعليق الخليل شمام الوحيد اللي مازال توا يلعب على الميدان، الخطوة هذه تراها عودة إلى الوراء أم ضرورة فرضت نفسها؟ ماهيش ضرورة ولا عودة إلى الوراء، عندي أنا سي أن بون شوا، أقل بروتستاسيون أقل مشاكل، وشفنا في لي دو ماتش عداو فماش غلط اللي بدلت الريزولتا ولا دونك أن بون شوا. أن بون شوا. نمشي قبل ما نمشيو للمافيولا نعطيكم الترتيب بعد المباريات هذوما المتأخرة. إذا الترجي الرياضي ينفرد بصدارة الترتيب ب 31 نقطة، يليه الاتحاد المنسيري في المركز الثاني 28 نقطة، ثم النادي الصفاقسي 24 نقطة هو الملعب التونسي، النادي الإفريقي يقعد في المركز الخامس 23 نقطة. هاو أمامكم الترتيب إذا، وفي أسفل الترتيب قاعدين نفس النقاط والترتيب أمامكم. مباشرة للمافيولا مراد بن حمزة ينتظروا في اللقطات. مرحبا مراد. مرحبا بك رجاء، مرحبا بالسادة الحضور ومتابعي الاتحاد الرياضي. شنو رأيك في الحكام الأفارقة في الكلاسيكو واليوم في الدربي؟ والله اليوم يعني نعود نرجع للموضوع نتاع الحكام الأفارقة، يعني كما قالوا يظهر لي أجمع الناس الكل هو ضرورة. يعني كي نقارنوا طبعا نتفرجوا في زوز مقابلات راهو فنيا ما يفوتوش الحكام التوانسة، لكن كما كان يحكي توا خليل يعني حتى للاحتجاجات، وشفنا الجو العام الحقيقة، وفما احترام كبير من الملاعبية، وتو نشوفوا يعني حتى بعض اللقطات يعني كان فما يعني تعامل الناس كل تتقبل قرارات التحكيم يعني الأجنبي، وهذا يعني الحقيقة للأسف. يعني التحكيم التونسي ديما يبقى في قفص الاتهام، للضرورة يعني تدبنا زوز حكام
الحقيقه فم بملاك يعني كان نجاح كبير في مقابله الكلاسيكو، ادارها بحنكه، هو حكم يعني عنده خبره كبيره، يعني صال وجال في القاره الافريقيه، عرف كيفاش يتصرف حتى مع اللاعبين، عرف وقتاش يخرج الانذارات، كان عنده يعني حتى يعني يعبر بوجهه، يعني يضحك يبتسم، الحقيقه عرف كيفاش يسير المباراه. اليوم شفنا الحكم يعني الكاميروني كيف حكم، عنده خبره عنده كذا، لكن المردود نتاعه الحقيقه ما كانش كيما مردود متوسط، نشوفوا عنده ربما حتى اخطاء اللي كانت نبداو باللقطه تاع الكلاسيكو، مباراه النجم الساحلي ولا الترجي الرياضي والنجم الساحلي. اللقطه الاولى نشوفوا هنا عمار جمل كان متقدم على ثاني مدافع، نشوفوا كان تسلل واضح هذا في الدقيقه السادسه، ومن حسن حظ الحكم المساعد انه الكره ما يعني ما كملتش بهدف، انا نشوفه كان تسلل واضح من عمار جمال، كان متقدم ولعب الكره، هو اللي لعب الكره بالراس، وكان في وضعيه تسلل. المقابله هذه المساعدين ما كانوش يعني هنا عمليه للترجي بالغيث في اتجاه الهوني. نعاودوا نشوفوا اللقطه، هنا الحكم يشير الى تسلل في بدايه الامر، يعني كنا نظن انه كانوا تيم كسر عمليه التسلل، لكن بعد شوفوه بالترودي كيفاش كان الهوني، يعني تنشوفوهم بعد بالترودي الهوني كان متقدم وتسلل يعني صحيح من المساعد الاول. هنا مطالب الترجي بضرب جزاء، الكره يعني الخنيسي يحاول يروضها، فما احتكاك بينه وبين كانوتي، الحقيقه احتكاك عادي، هنا كانوتي اليد نتاعو ما استعملهاش للدفع، ربما استعملها للحمايه، ما فماش يعني موجب لضرب الجزاء. هنا لقطه اخرى للترجي، توزيع من بلغيث والحكم المساعد كيف يعلن عن تسلل، نعاودوا نشوفوه هنا لا وجود لتسلل يعني ضد هجوم الترجي. شوف هنا فما لاعب في اقصى صوره من النجم الساحلي، هو مكسر عمل التسلل، وخنيسي كان في وضعيه سليمه. هنا المخالفه يعني على الخنيسي من طرف البديري، هنا لاعبي الترجي طالبوا بالورقه الحمراء، لكن فما يعني عنصر اللي هو الاتجاه نتاع اللاعب، ما كانش فما فرصه محققه لتسجيل هدف، ويعني قرار الحكم سليم، هنا انذار فقط يعني يسحقه البديري لا اكثر. هنا ابو عز بن شريفيه يلعب الكره باليد هنا من خارج يعني منطقه الجزاء، الحكم يعلن عن المخالفه لكن لم يشهر الورقه الصفراء، يعني اللي ربما هنا كان فما هجمه للنجم الساحلي، الحكم هنا نشوفوا العمليه يعني من خارج منطقه الجزاء، مخالفه يعني واضحه لكن هنا كان ينقص الانذار. كيف هنا بهاء الدين سلامي الكره بيناته وبين الهوني، الكره كانت يعني باش تفوت وربما كان باش ياخذها الهوني، وهو يستعمل يده باش يلعب الكره، وهنا كيف الحكم يعلن عن المخالفه وما يعطيش الانذار. شوفوا هنا يعني كيفاش سلم يجبد الكره. هذه مقابله النادي الافريقي الحكم الكاميروني اليوم، مقابله الديربي اليوم عندنا فيها كيف بعض اللقطات. هذا مدرب ادار اكثر حكم ادار اكثر من 100 مقابله يعني على الصعيد الدولي. رجعنا للقطات الوديه هذه 3 دي. شوفوا هنا في التوزيع، شوفوا الهوني كان متقدم على المدافعي يعني النجم الساحلي على كانوتي وعلى عمر جمل، ووضعية تسلل وقرار يعني سليم من الحكم المساعد الأول. شوفوا اللقطة الأخرى، هذه هي نفس اللقطة، هنا تسلل واضح، ثم هنا بنغيث شوفوا في اتجاه الخنيسي، الخنيسي هنا ما كانش متقدم وكان فما مدافع من النجم الساحلي، والصورة واضحة بالترودي لا وجود لتسلل اللي أعلن عليه الحكم المساعد الأول. عدوا للمقابلة النادي الإفريقي والترجي الرياضي الديربي عنا فيه كذلك بعض اللقطات. اللقطة الأولى في دقيقة 12 حكم هذا يعني من الحكام الكبار في القارة الإفريقية، أدار عدد في يعني مقابلات حتى للفرق التونسية حتى المنتخب الوطني. شوف هنا في دقيقة توغل من مباركي، وآدم الطاوس يقوم بخطأ ويقطع هجمة واعدة يعني كانت للترجي الرياضي، وهنا إنذار يعني حابين نوريه الإنذار كان مستحق لآدم الطاوس. نفس المخالفة تتلعب، الكرة تتجاوز الناس كله وتلمس في يد حمزة العقربي، لكن هنا حمزة العقربي الحقيقة ما كانش يخزر للكرة وفاجئته الكرة يعني كيف فاتت اللاعبين الكل، ويده كانت في وضعية طبيعية. نشوف الصورة من الخلف، يعني حمزة العقربي ما كانش حتى يخزر الكرة كما شاهدوا، ومست في أعلى اليد ولا وجود لخطأ ولا وجود لضرب الجزاء. كيف هنا بن ساحة يتوغل، نشوفه يعني يعفس على الكرة ويسقط، هنا لا وجود لخطأ ولا وجود كذلك لتمويه لأنه سقوط يعني كان طبيعي.
قرار سليم من الحكم. هنا ضربه الجزاء الترجي الرياضي، شوفوا توغل من مساحه وادم الطاوس، عمليه يعني جذب واضحه. هاتوا نعاودوا نشوفوا الصوره، شوفوا باليد اليمنى، على اليد اليمنى نتاع بن ساحه، وضربه جزاء واضحه لصالح الترجي، قرار سليم من الحكم. واقصاء هنا هنا يعني ادم عنده انذار، هو يعني الحكم وجه له انذار، لكن كذلك هنا كانت فرصه محققه لتسجيل هدف، كان النجم هنا يعطيه الاقصاء مباشره لانه يعني فرصه محققه لتسجيل هدف. ونعرفوا نحن حتى في التنقيح الجديد انه في البلانتين واللي نعطيه صفر، لكن في حالات الجذب ولا الدفع اللي هنا ادم ما عندوش حتى امكانيه باش يلعب الكره، تبقى الحمراء، يعني كان النجم يوجه له بطاقه حمراء مباشره. لقطه اخرى، لكن الحكم اعطاه الانذار الثاني اللي يساوي اقصاء. هنا الحقيقه يعني اليعقوب يطلع لعب الكره بالراس، نرمو يعني ركله مرمى، الحكم ما نعرفوش علاش اعلن يعني. تعداوا اللقطه اللي بعدها، مطالب الترجي بضرب جزاء، فنعاودوا نشوفوا التوزيع نتاع ايهاب المباركي، توزيع واليد كانت مفتوحه وكانت يعني بعيده عن الجسم، ربح بها مساحه حمزه العقربي، وهنا كان على الحكم الاعلان عن ضرب الجزاء. وكذلك تو اللاعبين الكل تنشوفوا بعد الاحتجاجات كلها مشات للمساعد، لانه المساعد كانت يعني زاويه الرؤيه قدامه يعني محلوله، وكان ربما هو اللي ياخذ القرار، ونشوفوا شنو اللي نجر عليها يعني مشادات بين اللاعبين والمدرب، يعني نشوفوا معين الشعباني وكل بحث الحكم والمساعد. وهنا الحكم الحقيقه ما كان صارم، ما شفنا حتى تدخل من الحكم، يعني على عكس بملاك تيزي ما فماش تصرف يعني صار من الحكم. اخر لقطه في المباراه يعني حركه لا رياضيه، شوفوا قام بها ايهاب المباركي، حركه زايده، كيف كيف الحكم لم يتدخل يعني تجاه الحركه هذه، وهنا كان عليه اقصاء يعني ايهاب المباركي باش نتفاداو مشاكل اخرى. وحقيقه يعني على مجريات المقابله هذا هنا وين النجم نقارن، يعني فنيا الحكم عنده اخطاء، يعني عنده ضربه جزاء واضحه. خليل مبقري قال ما اثرش ضرب الجزاء، لو مركاش الترجي الثاني كان ربما تكون عندها تاثير وعندها قيمه اكثر، يعني من حسن حظ الحكم انه الترجي انتصر، يعني ضرب الجزاء كانت واضحه، لكن الجو العام كيفاش وفاه نقولوا كان جاء حكم تونسي ربما كانت يعني الامور تخرج عن نطاقها اكثر. تخرج عن نطاقها انت ونتيجه المباراه في المقام الاول، واذا كان حكم تونسي بتخرج عن نطاقها عادي. أكيد هذا هو نحكي عننا قيمة التحكيم التونسي، ما نقلوش من قيمة التحكيم التونسي، هذا القصد يعني. مش تقليل، هو فنيا النجم معناها فنيا الأخطاء تصير يعني فما وضعيات، فما مناخ تدور فيه الكرة، يزين البنية التحتية وكذا ما نقدروش عليهم، فما حاجات النجم نقدر عليهم باش المناخ الرياضي على الأقل فهمتني ما نخليوش تعلات نتاع مشاكل تخرج من تحت القاع. شوف فما عنصر الثقة مفقود. دو لو قارنا، علاش قلت لك أنا محلاها الكرة مع التسيما وشيخنا وانتونسيتي موقفش اللاعب، ويلزم اللاعبين تاع الترجي الافريقي صفاقس ليتوال اللي يلعبوا كؤوس افريقيا يلعبوا في افريقيا، يلزم زاده يتعودوا على طريقه التحكيم. علاش؟ خاطر مازلنا في تونس، قل بصراحه، خاطر الكره سي تا سبور دو كونتاكت، كتف في كتف سي فيني، ما عادش تاكل الكره، ما عادش هنا لي زربيتر التوانسه يبوك واحد يمس واحد كفرة. ناخو انا مقارنه بين مباراه النجم والترجي، لانتونسيتي موقف الكره خرق العاده، الناس كل شيخ، وناخو مقارنه بين الافريقي والنجم الساحلي، الاربيتر على اعصابه، اول واحده عمره كذا داخل بعضه في الباساج، يعني تقول انت قفص الاتهام، مش حكايه قفص الاتهام. ولو عندي ملاحظه شويه، قلت انت اللي هي هدف محقق، من قال لك انه هدف محقق؟ مش نقول لك انا كفني وكملاعب قديم عمل موفي كونترول تاع الترجي وهرب شويه على 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 لاكس اسمه بنساحه ما هيش فرصه محققه للتهديف، والجول خرج البلانتي، ما هيش فرصه محققه، شو البلانتي صحيح، والجول خرج دونك معناها ورقه حمراء باش ياخذ ورقه حمراء. سي خالد فما اعتبارات نحطهم في الفرصه المحققه، يعني ما فماش صحيح، فما جول يعني الجول بيشخر وينجم هو شبكه فارغه ويجيبها لبرا، اي صحيح، لكن ما نمشيش ما ندخلوش في هو يعني نجم باللي نحط كره اهم من فرصه محققه، هي خاطر كلها اخطاء تقديريه، والحكم في الاخر هو عنده الحق باش يقيم اسكو هي هذا فرصه نتاع هدف او محاوله خطيره. الكابتن حكى على بابلك تيسيما، لاعبين النجم والترجي كانوا يلعبوا ويجريوا على الكره لانهم كانوا عندهم ثقه في الحكم تيسيما، وعندهم ثقه في قراراته اللي هي ماهيش مبنيه على نوايا ماهيش شرعيه، لانه يعني اليوم في كره القدم التونسيه تحب ولا تكره
الملاعبيه وحتى الانديه وحتى المسؤولين والجماهير الرياضيه فقدوا الثقه في التحكيم التونسي، رغم انه الحكام هما بيدهم. هذا الحكام التوانسه اللي عندنا من خيره ما فما كيمشيو يزفروا في افريقيا يعديوا مباريات كبيره ويكونوا بشهاده معناها حتى الاتحاد الافريقي محل اشاده، كيجيو يزفروا في تونس ديما تحس فما حسابات وكانه فما املاءات او مش املاءات، لانه اليوم الجمهور يقول للحكم التونسي يخضع للتعليمات او للتوصيه، هذاك علاش يهبط الحكم في مباراه كبيره ديربي والا كلاسيكو يكون ما فماش فيه ثقه، واي قرار يصير فيه حتى طرف اختلاف يكون مش لليوم تسيما في مباراه الكلاسيكو بعد اربع دقائق حط مخالفه على 18 للترجي الرياضي التونسي، حتى ملاعب من نجم محتج لو كان جاء حكم تونسي بعد اربع دقائق يزفر مخالفه بعد تداخل عمار جمل اللي كان صحيح بالمرفق راهو قامت الدنيا وما قعدتش. هذاك علاش عمار جمل هذاك علاش عليه لا تقريبا خمس دقائق لكن عرف كيفاش يتعامل، هو عرف كيفاش يتعامل، عرف الاحتجاج كيفاش يتعامل مع الاحتجاج نتاع سته وسبعه ملاعبين يدزوا في اربيت وشدوا فيه من مريولو فما مباريات راهم تعداو انا معاك على طول الخط معناها في الموضوع معناها مانيش شكلي بالعكس متفتح معناها ماذا بينا سواء كان على مستوى المدربين على مستوى معناها الحكام يجي يعني من برا ما حتى مشكل وهذا حتى السونداج يعني معاكم حتى السونداج نتاع على حد رياضي توا اليوم حكم مزفر نهائي كاس افريقيا راهو الحكم هذايا معناها ما كانش احسن ما موجود في افريقيا هو يعني. هو يعني الكلام هذا الكل الحقيقه اللي الحاجه اللي لازمنا نخدموا عليها في تونس هي كيفاش نرجعوا الثقه يعني بين الحكام والانديه هذا هو يعني بيت القصيد لازمهم يزفروا كما تسيما انا اسامه السلامي قال لي نحب نعلق قلت لي على اللقطه نتاع ايهاب المباركي اي خاطر انا شفتها لقطه بون مجانيه لكن انت عملت قبل ان شاء الله ان شاء الله لي يعني الرابطه كما كانت قبل زاده كانت سته جماعات ان شاء الله ان شاء الله الرابطه بون هما كبروا الاخرين مشاو هو راه سامحني يا ريت الكابتن الاشياء هذه يعني عاده ما نتحفظوا عليها ولا ونتستروا الكل هو ما نسلطوش الضوء على الاشياء هذه ديما نحاولوا يعني نغطيوها ونخبيوها الى اخره نحكي يعني بصفه عامه مش نتستروا تعديت في المباشر والناس كل شافتها يا سي عمار لا لا نحكي بصفه عامه اليوم هذا خليك علي خليل خذ الكلمه وخليني نختم تفضل شو راي هي توعبت كي عمل لقطه هيك في جمهور نادي الافريقي الساعه ماهوش غادي مش منعني انا حتى البنك بعيد ببليكنا نحن من غادي اما ذيك راهي نحن فما لقطه في لونترينمون يعملها كوليبالي وشفناها في برشا تصاور نتاع جرينتا نتاع حاجه هو ذيك هذاك اش حاب يقصد هي برا هذاك اش عمل ما عملش اللقطه اللي العباد الكل تتخيلها راه بلا عاودها برانونتيخه شوفوا لا ما مش نعاودوها هات نوريها لك تو خويا شو هو هما اللي خرجت في الصوره اللي هو عملها الملاعبي اللي قدامه على كل خليل شمام نشكروك قائد الترجي الرياضي التونسي على حضورك معنا اليوم البقيه باش تكملوا معنا باش نرجعوا مازلنا الجلسه العامه التقييميه للسي اس اس وملف المنشات بالشمال الغربي لكن قبل هذا الكل مع عبد الرحمن العش كالعاده اخر اخبار محترفينا في الخارج حنا بعل المجبري من مواليد 21 جانفي 2003 في إيفري سور سين موهبة تونسية صاعدة في سماء الكرة الأوروبية متوسط ميدان بارع انتدب مانشستر يونايتد بقيمة 10 مليون يورو باعتبار الحوافز في أوت 2019 من موناكو وفي سن 16 سنة وهو رقم قياسي من عائلة تونسية قاتنة بفرنسا عرف تكوينه خاصة في أكاديمية بولوني بيلانكور باري اف سي ثم موناكو من تم دفع مبلغ مليون يورو لانتدابه لعب مع منتخبات الشبان الفرنسية لأقل من 16 سنة و 17 سنة يتمتع برجل يمنى ممتازة مع متابعة خاصة من المدرب الأول لمانشستر يونايتد أوليغونار سورشر فريق اكتشاف المواهب الصاعدة على غرار سكولس بيكام جيجز وبوكبا سابقا راشفورد وغرينوود حاليا سرعة التأقلم مع مانشستر يونايتد جعلت مدرب فريق أقل من 23 سنة للريدز نيل وود يوجه له الدعوة والمشاركة مع الفريق الرديف والتألق في سن 16 سنة في شهر ديسمبر الماضي ضد ريدينغ والفوز 4-1 عقد حنبع المجبي يصبح قانوني وحيز التنفيذ بداية من بلوغ سن 17 سنة بالتحديد يوم 21 جانفي 2020 حسب القوانين البريطانية متواجد لخمس سنوات مع أكثر فريق إنجليزي تتويج بالبريمير ليج مانشستر يونايتد مستقبل واعد لحنبع المجبي في شمال إنجلترا
في كأس فرنسا لكرة القدم عودة النجاعة لسان تيتيان، وتدارك الهزيمة الثقيلة ضد البي اس جي في كأس رابطة المحترفين، الفوز على باري اف سي خارج الميدان 3-2 مع احداث الفارق من الدول التونسي وهبي الخزري خلال الشوط الاول، عودة الانتعاشة لوهبي الخزري سبق له التسجيل كذلك في الأوروبا ليج لأحسن هدف سان تيتيان الموسم الماضي في البطولة الفرنسية. امتياز لسعد بقير في أول موسم للاحتراف في المملكة العربية السعودية مع أبها، أهداف وتمريرات حاسمة في البطولة، والتألق في الكأس مع إزاحة الفتح في ربع نهائي المسابقة، التسجيل لبقير لضربة جزاء في الشوط الأول في الوقت القانوني، ثم تسجيل في ركلة ترجيح على غير كريم العواضي هدف مقابل هدف وخمسة مقابل ثلاثة، وتواصل نجاحات المدرب عبد الرزاق الشابي مع التواجد في النصف النهائي لأبها هذا الموسم، على عكس فريق الثنائي التونسي نعيم سليتي وسام الحدادي، والانسحاب بعد تمديد الوقت أمام الهلال أبرز نادي سعودي 2-1 مع تواجد سليتي والحدادي في التشكيلة الأساسية للاتفاق. منتصر الطالبي 21 سنة المدافع المحترف التونسي يواصل التجربة في ريزاسبور التركي، دش اللقاء في البطولة التركية وموسم أفضل بكثير من الفارت والتأقلم مع درجة النخبة في تركيا مع انتظام المشاركة، آخر لقاء كأساسي في الكأس ضد العملاق غلاتازاراي والتعادل هدف مقابل هدف. ديلان برون المدافع الدولي التونسي يختار ميتس في فرنسا لتجربة جديدة بعد نهاية المغامرة مع لاغونتواز البلجيكي، 4.5 سنوات في شرق فرنسا وعقد بقيمة 4 مليون يورو تقريبا، شارك في أول لقاء في الليغ أون الأسبوع الماضي وفوز ثمين ضد ستراسبور في لقاء الأجوال هدف مقابل 0 وحوار البقاء لميتس في الدرجة الأولى الفرنسية. مدافع تونسي ساعد في ألمانيا رمزي الفرجاني مع بوروسيا دورتموند شارك مع تشكيلة المدرب لوسيان فافر في تربص الفريق المحترف الأول بإسبانيا قبل عودة البوندسليغا الألمانية، من مواليد أبريل 2001 احتياطي في لقاء ودي ضد ماينز وأيضا فيرنورد الهولندي منذ أسبوع. رمزي الفرجاني هو مدافع تونسي ألماني يتمتع بمستقبل واعد، هو محل متابعة من مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم، دائما في ألمانيا تواصل تألق متوسط الميدان الدولي لياس الصخيري مع كل تمريرة حاسمة مع عودة البوندسليغا يوم الجمعة، والمساهمة في فوز كيلن على فولسبورغ 3-1. ونختم بهدف المهاجم الدولي السابق أمينة شرميتي المحترف حاليا مع مومباي سيتي في الهند إلى جانب محمد وائل العربي، التسجيل من جديد لشرميتي ورصيده الحالي 5 أهداف خلال 13 مباراة مع مومباي من أبرز الأندية في البطولة في الهند. عبد الرحمن نتحدث أيضا عن اللاعب اللي كنت حكيت لكم عليه عبد الرحمن حنا بعل المجبري، يقولوا لي زملاء أنه والد والدت حنا بعل كانوا تحدثوا مع رئيس الجامعة التونسية وديع الجري وإن شاء الله باش يتقمص أزياء المنتخب الوطني التونسي في قسم الصنف الأواسط نورمالمون جونيور. هو كيفية هو قسم الأواسط وقت اللي باش يلعب في مانشستر، كي باش يلعب في مانشستر يزمو يلعب في المنتخب كيفاش في العالم يلعبوا في 17 و18 سنة واحنا تونس ما نلعبوش؟ اي لا فالور ناتون با لو نومبر دي زاني. اذا هو في مانشستر مش يلعب، مش يلعب في البريمير ليج، هل ترى اذا ما عندوش بلاصه في المنتخب؟ ايه معايا تكلم معايا يوسف بيدو لعب سنيور. ايه صحيح، ايه مو على الاقل نجيبوه حتى اواسط باش من بعد بعد عام عامين ما تنجم تاثر عليه. سكنوا في اوتيل في الزاويه مش سكنوا انت ودي جاك هو ما تفاصيل ما زالت اكيد، المهم هو عبر على استعداده للعب للمنتخب الوطني. احنا عندنا ملاعب في اليوفي جاي لعب 45 دقيقه ما عادش رجع له، يمكن الاواسط اليوفي حتى اليوفي جماهير، يمكن كابتن اواسط خاطر انا يمكن تبع شويه في الليجان خاطر عندهم ايفينمون كبير يمكن يبدا اواسط ما يجمش يلعب سينيور. لا لا نحكي لك يعني فما تورنوا كبيره هذول ما نعرفش كوب دافريك ولا يمكن على ذيك، اما نتمنى نهار كيما كانوا قبل اذا كان نحكيه اذا كان سينيور طارق العقربي ولا الناس كله محي الدين حبيته والناس كل لعبوا هادي ستو عطوا قال عبد هو ذا سامحني كابتن اذا باش يكون ملاعب وفلتة كيما نحكيوا عليه نتصور باش يختار منتخب الفرنسي راه هو بغير عاطفه يعني صحيح يحب الزيتون ويحب الشجره من فريق فرنسا
كثير مهم. المهم اذا هو لاعب في النيفو هذاك المهم ولدنا وباش يلعب للمنتخب. لا لا ما مشاش للسيتي وقت يلعب بالجزائر قبل ما يمشي للسيتي كان جا مشى للسيتي كما زيدان في فرنسا ما كانش يتصور يختار المنتخب الجزائري يعرف عنده حتى دخل الزيتون ليش سموه انا قلت لك اذا هو اللي هو تونسي يحب تونس وعمل الكوم على الاقل فما انتماء يعني لازمنا نكونوا شويه عقلانيين. لا احنا حبينا نوريو الانتماء خاطر هو مولود وعايش برا حبينا نوريو الانتماء الى النادي الرياضي الصفاقسي. ونهار الجمعه تعقدت الجلسه العامه التقييميه ولاول مره في تاريخ النادي لا يتم المصادقه على التقريرين الادبي والمالي. في الحقيقه الجلسه هذه صاحبتها برشا اجواء مشحونه. نرجع باكثر تفاصيل على هذه الجلسه مع مهدي قاسم ربيع بوغان مهلا مجري عمر بن قيرات. احتضن مركب نادي صفاقسي فعاليات الجلسه العامه التقييميه للموسم الرياضي 2018-2019. جلسه كان من المنتظر ان تنطلق على الساعه الثالثه لكن تاجلت ساعه لعدم اكتمال النصاب القانوني. الجلسه العامه علاش تاخرت؟ على خاطر نسبه الحضور كانت 147 منخرط من جمله 6078 منخرط. في الحاله هذه تتاجل الجلسه لمده ساعه وتنخرط وتنعقد الجلسة مهما كان عدد الحضور. الجلسة العامة كانت على غير العادة غضب كبير من جماهير النادي الصفاقسي عبرت عليه تدخلات الأحباء. اليوم مساء نهار المداخلات بتاعنا في الجلسة العامة ولات زايدة على خاطر كان نطلعوا ونحكيوا على المسألة بتاعنا لازم كتاب. أنا اليوم طلعت نتكلم مش باش نناقشك خاطر كان ناقشك نولي مستعرف فيه. وانا رئيس انت كرئيس نادي رياضي صفاقسي مانيش مستعرف فيك. حاجه واحده ماذا بيك في اقرب وقت تعين الجلسه الانتخابيه؟ يا خويا ست شهور هذوما حد ما يجم يمنعك باش تواصل تسير وتسير وهذا حقك وعندك اموال وهذا حقك. خويا شوف الطريقه المثلر في جمعان رجال النادي اموال النادي هيئه الدعم هيئه الحبه اللي تحب اللي تلم شوف لنا حل اخويا وما فيها باس في جمعه يلزمك تغادر وتخرج. المشكله مش مشكله فلوس انت صرفت برشا فلوس في الانتدابات. المشكله في الناس اللي تجيب لك في الملعبيه الناس اللي تبعث لك في الفيديوهات نتاع الملعبيه في السياسات. اليوم انا نتدبوا في الملعبيه بصاحبك يبعث لك فيديو تتفرج فيه اربع دقائق الاوبجيكتيف مش انك ترضي روحك ولا ترضي الهيئه نتاعك. الاوبجيكتيف لازمك يكون انك ترضي جمهورك باش تكبر القاعده الجماهيريه. الاوبجيكتيف انه انت كي في صفاقس تخمم باش كل عام تجيب تيتر وكل عام تلعب شامبيونز ليج باش خاطر في الشامبيونز ليج تلعبها مره راك ماكش باش تهزها. الجمهور يطلبوا اللي يحبوا بقى احنا مسؤولين عن النادي مش النادي. وفي الاسابيع والاشهر القادمه الجلسه عامه انتخابيه مش تكون بطبيعتها اخر الموسم. عدم المصادقه على التقرير الادبي والمالي في انتظار الدعوة إلى جلسة عامة عادية ثانية سيقع تحديد موعدها طبقا للأجال القانونية. في قانون الجمعيات بعد المصادقة نعطيه للسلطة المختصة التقرير المالي والأدبي والمالي خاصة حسب قانون الجمعيات للسلطة المختصة وهكذا تتعدى الأمور كما ينبغي. لكن في صورة عدم المصادقة واللي يلزم تصير معناتها التعديل اللي يلزم يكون وإلا فإنه تولي السلطة تعطي للجمعية أجل شهر. فهمت عندنا الفصل 43 من المرسوم نتاع الجمعيات يقول كون التقرير المالي يجب المصادقة عليه وفي صورة عدم المصادقة نمشيو للباب المتعلق بالعقوبات. يعني تولي السلطة تعطي أجل شهر وفي صورة ما صارش المصادقة نوليو نتعداو العقوبات الأخرى. فما قضايا مطروحة أمام الهيكل التقاضي الرياضي الوطني والدولي وفما قضايا أخرى تتعلق بالتسيير اليومي وهذه قضايا مطروحة أمام المحاكم دونك أمام القضاء العدلي. وقدمنا للأحباء معنا القضايا اللي كسبناها القضايا اللي تم إنهائها بإبرام صلح مع الأطراف اللي قامت برفعها والقضايا اللي ما زالت بصدد النشر. لي شارج فيكس نتاع السي اس اس كي تقارنهم بارابور لي ريسيت فيكس اليوم ما يفوتوش 6 مليون 6 مليون و500 6 مليار و500 تقارنهم 15 مليار كل عام
هذوما براتيكمون ديما فيكس. السنه طلعت شويه خاطر عندنا كومبيتيسيون افريكان وثم خطايا وواحد هكا علاش. مي 15 مليار وعلى 6.5 ولا على 7 مليار دوات ديما يلزمك تعمل انجيكسيون. احنا عندنا اجتماع يوم 25 جانفي باش نضيعوا فيه كل الاطراف، كل ما موسع مش يكون، كل انسان يشوف روحه عنده امكانيه باش يدعم ماديا مرحبا به، ومش يقدموا لهم برنامجنا الرياضي وبرنامجنا معناتها المادي، ونسمعوا اقتراحاتهم وارائهم وشنو هي طموحاتهم بالنسبه لنادي رياضي صفاقس. تآزر الجهود وتتضافر الناس الكل مع بعضها، والسوسيوس نحاولوا زاد كيف كيف ندعموا نادينا باللي نقدروا عليه ونحاولوا ندعاونوا. الفوتر كلير حد ما يجم يهز هذايا الكل وحده، اذا ما يجموش الناس كل مع بعض وما يرموش اليد في اليد راهو ما نجموش نمشيو لبعيد. احنا في الحقيقة استضفنا هيئة النادي الصفاقسي، الرئيس سيمونس فخماخم أو أي واحد من المسؤولين، والكلهم خيروا عدم الحديث، حتى دوبليكس من صفاقس رفضوا قعدنا نستناو فيهم. على كل عربي نمشي معك أنت، شنو اللي قاعد صاير بالضبط في النادي الصفاقسي كي تشوفوا إيش صار في الجلسة العامة التقييمية؟ شوفوا اللي صار في الجلسة العامة يعكس اللي قاعد يصير في النادي الصفاقسي تقريبا توا 5 أو 6 شهور. يعني اليوم وصلت العلاقة بين الجماهير نادي رياضي صفاقسي، وخلينا نقولوا شق كبير من الجماهير في علاقة طريق مسدود مع الهيئة المديرة. يعني اليوم ما عاد فما حديث على أهداف رياضية نتاع تتويج أو مشاركة إفريقية. الرغبة الأولى نتاع الجماهير نادي رياضي صفاقسي ولات تتلخص في رحيل الهيئة المديرة على رأسها سي منصف خماخم. يعني الحقيقة اليوم بغض النظر على وجهة المواقف نتاع زوز أطراف، يعني اليوم نادي رياضي صفاقسي ما يتحملش باش تكون العلاقة بين الهيئة المديرة والجماهير بالقطيعة هذه. يعني الحقيقة اللي قاعد يصير يسيء اكثر من رياضي صفاقسي اكثر من اللي ينفع. اليوم تحب ولا تكره في ظل الوضعيه الماليه اللي تتخبط فيها الانديه التونسيه الكل، في ظل العزوف اللي قاعدين يصير على مستوى الجمعيات الكبيره خاصه. يعني اليوم نتذكر الناس الكل شهر التالي تقريبا الاسوادي كانت تتعالى برحيل شرف الدين رئيس نجم الرياضي الساحلي، من بعد كي استقال الراجل ما لقى حتى مسؤول بتقدم باش يمسك المهمه ورجع من الباب الكبير ورجع ينجم توا يقول يحكم بحكامه لانه ما في الاخر كي خلى الجمعيه للناس حد ما حب يتقدم. اليوم زاد يراو كيف كيف في صفاقس، صحيح صفاقس مليئه برجالات معناها وعندهم ناس ينجموا يحملوا المشعل، لكن يلزمك على الاقل تتفاهم اللي راهو السيد منصف خميخم قاعد يخدم لمصلحه النادي الرياضي صفاقس. يعني اليوم مانيش ندافع على شخص انا، لانه نحكي بالمنطق العام. اليوم انت عندك رئيس نادي يلزم يتوفر له الظروف باش يخدم، وهو يحاول يحقق الاهداف المرسومه نتاعو، ومن بعد في وقت تنتهي المده النيابيه نتاعو عندك موعد انتخابي تختار اما تجدد له او تختار رئيس اخر. اما هكا في وسط الظروف هذه اللي قاعده تصير وتقارير ماليه وادبيه تترفض، يعني اليوم سيناريو ذي صار مع لطفي عبد الناظر وقت يتخلى بقائمه انتخابيه وحده وخسر، يعني ما قبلوش بهيئه وحيده. يعني اليوم مشكله كبيره في نادي رياضي صفاقسي، ان شاء الله يحاولوا يتجاوزوها. نعرفوا جمهور صفاقس جمهور ذواق يفهم برشا في الكره، ان شاء الله يسبق مصلحه جمعيته قبل مصلحه الاشخاص. كابتن ثم احباء غيورين على السياسات يقولوا انه عدم المصادقه هذه باش يزيد في الهوة، وماذا بيهم انه يضعوا اليد في اليد للخروج من الازمه هذه. شو يعني البارح النادي الافريقي وقلت البارح نجم الساحل، واليوم صفاقس، ولو انا متعجب شويه من صفاقس اللي باقي نشوف فيها ومازلت نشوف فيها تلك المدرسه التربوية، المدرسة الحلوة اللي يحبوا اللعب، الصفاقسية الباهين وكذا، تبقى اليوم وصارت الأمور هذه والقطيعة، يحبوا القطيعة. ولكن أنا نحب نفرق بين لا ديراي لا بوني، لا بوني والمنخرط. كي نشوف أنا الانتخابات تاع النادي الأهلي تبدا منخرط، تولي عندك دور رقابة، تدفع فلوس، تو أبوني، تو أديران. الاهلي 36,832 في 2017 يشاركوا في الامور هذيا، شاركوا في الانتخابات. الزمالك قريب 40,000، الزمالك 30,832، خذيت العربيه ما نتكلموش على الريال وبرشلونه وكذا ذوك، خلينا بالعرب معاك. يلزم هنا في تونس نفرقوا بين العضو في الجمعيه اللي يدفع الفلوس والابوني. الابوني ما عنده حتى اي دور باش يجي ويعمل ويقول ويقول على الشواء نتاع دور الرقابه. دونك صارت شيطنه الرؤساء والمشي
المزاجية والفعالية واخرج وديقاش ايو بعد صار مع سي رضا شرف الدين اليوم صار مع سي حمدي المد يفو با اوبلي عشان يفو با فوار لا شوز ترو كورت فهمتني لا بيمور كورت وصار مع حملم في كيف كيف في فضل بن حمزة هي فضل بن حمزة قال لهم الجلسة الأولى الثانية الثالثة بقاو حد فراغ هي عليها الشوشرة وعليها العرعور تعملوا فيها على الرؤساء والشيطنة على الرؤساء راكم صدقوني راهو في وقت قريب ووجيز جدا ما عادش مش تلقاه رؤساء على الجمعيات تمنينا يكونوا موجودين وكنا نحكي أكثر على وضعية النادي الرياضي الصفاقسي إلى ملف الحصة اللي كنا أعلننا عليه والمنشآت بولايات الشمال الغربي صورنا في جندوبة صورنا في بيجة صورنا في الكيف في سليانة في عين دراهم بشوفوا مشاهد بالحق توجع برشا نمشيوا للتحقيق مباشرة من غير إطالة مع زملاء أنيس موسى حسن الكريمي جلال العرفاوي أمير زيتوني عماد زهمون لطفي ترخاني سمير بن رزيق وأحمد الخضر لأنه مشينا البرشة ملاعب ومشكورين على كل هذه المجهودات نتفرجوا مع بعضنا هذا الشمال الغربي التونسي عنوان الفلاحة الجمال الطبيعي اللي عطاه ربي لهالجهة وخاصة الخضار والأراضي الجميلة وبالتالي المنطق يقول أنه هالمنطقة فيها أحسن ملاعب في الجمهورية لكن بين المنطق والواقع الشيء بعيد على بعض ملاعب فوت فيها الربوع أصبحت أماكن مهجورة وبطاحي لفرق عريقة واللي من الحاجات اللي أثرت عليها وخلتها اليوم تغيب عن الرابطة الأولى بما أنه حتى فريق من الشمال الغربي موجود في الناسيونال بداية الرحلة خذتنا من سليانة ملعب الاتحاد ورغم البيلوس اللي هي في حالة طيبة فإن المدارج والمكان المخصص للصحفيين يطرح أكثر من سؤال من 1990 يقولون راهو بور لانستون هاكا شوا بيلوز يهز 500 واحد فهمتني اون اتوندون باش نعملوا لواحد لاخر كل عام جات الوزيرة ديرنييرمون وزيرة الشباب والرياضة مجدولين شارني وقت اللي كانت فهمتني جات حتى لهوني وتحكينا معاها في الموضوع هذايا وانا بيرسونيلمون قلت لها راهي هذه وعود وما هيش باش تحقق منها حتى شيء وتغشت قالت لي كيفاش تقول كل الكلام كما هكايا راهو ماهيش وعود واحنا باش نعملوها وما تعمل منه شيء في غياب لانكس مهيئ فانه اصناف الشبان يقسموا الملعب والكاج نتاع الحارس يتعوض بالحجر كي نلقوا 5 و 6 كاتيجوري معناها في تيران تاثروا بنسبه كبيره اللي الشيء اللي خلى معناها حتى انديه شمال الغربي قبل كنا نراو ديما معناها يعملوا معظم 80 90% من اولاد النادي والمتكونين في النادي توا معناها النوادي هذه كلها فقدت معناها شبانها واولادها وهو معناها كيف نقولوا معناها تلذت باش تقوم برشا انتدابات وهذا معناها اللي تعب النوادي نتاع شمال الغربي ماديا والسؤال شنو هو تم برمجت من اعمال لملعب السليان بارتير من الاوت نجم ننطلق في الاشغال اذا تمت الاجراءات في معناها وقت قياسي يساعد الاطراف من سليانه الى بيج وبالطبيعه يكون الحديث على الاولمبي البيج 91 سنه والمعروف بالتكوين وشكون ما عندوش لاعب تكون في بيجا وما لعبش في الفرق التونسيه فضل مركز التكوين او عفوا مركز تكوين النخب لكن بين الماضي والحاضر سنتر دو فورماسيون اصبح في حاله مزري غاب التكوين والاولمبيك يغيب عن الرابطه الاولى منذ 2015-2016 بعد ما انعدمت عائدات بيع اللاعبين اللي يمثلوا ديمومه النادي رغم انه الوعود كبيره لتحسين مركز التكوين والتنفيذ في علم الغيب الأشهر القليلة القادمة مش يقع إعادة تعشيب الملعب هو تويكة في طور المصادقة على كراس الشروط من طرف الوزارة متاعنا ومش يقع إحالتها تكون أبروفي ومصادقة عليها يقع إحالتها لدار الجهوية لتجهيز باش يخرج الكرة يخرج لطلب العروض فهمني وإن شاء الله إذا كان كملنا البروجي هذا يمتع إعادة تعشيب الملعب الأول مش نعاود نطلبه تعشيب الملعب الثاني وتنويره إضافة لمركز التكوين فإنه ملعب الباسكيت في حالة أكثر من كارثية وكرة السلة أصبحت مهددة بالزوال في بيجة سوء تقدير الكلفة من الأول من المقاول كيف وقت اللي حط العرض متاعه الوضعية اللي احنا فيها توا بعد 3 سنين اللي هو معناها الانفلوب اللي تخصت للمشروع ذا ما عادش تكفي للإنجاز متاعه والمقاول هو اللي تقدم بطلب فسخ العقد متاعه مش بعيد وفي الجارة جندوبة الأمور أكثر سوء
بالتحديد في عين درهم. ورغم وجود أحسن مركز تربصات في إفريقيا، فإن فريق المكان النجم الرياضي الخميري يعيش ظروف صعبة منذ 4 سنوات بعد ما أصبح ملعبه أشبه ببطحة في حومة. ماهوش ملعب جملة، هذه معناها تنجم تقول بطحة، وإحنا كجمعية معناها جمعية صامدة ونتنقلوا معناها بخمسة أصناف نتنقلوا يوم معناها كل يوم أحد، فهمتي، خارج عين دراهم. وضعية كارثية الملعب عين دراهم. احنا حتى على مستوى النتائج تقهقر كبير، وانا تحمس في الكلام هذايا في جميع الأصناف، باعتبار أن وليداتنا ما يترنوش. هنا نحكوا على تكافؤ الفرص بين الشباب، ما فماش تكافؤ فرص، ما فماش تمييز إيجابي اللي نحكوا عليه في الدستور، باعتبار أن ولادنا محرومين حتى من قيمة اللعب كشكل من أشكال الحياة في البلاد هذه. الأكيد أنه شباب عين دراهم دون ملعب، والأمور البيروقراطية في قفص الاتهام. المشكلة أنه عندنا هالجرانيني هذا كان محطوط لنا على أساس باش نخدموا به عملية التعشيب، ولو أنه هو ديجا معناها كيف جاء معناها ماهوش مطابق للمواصفات الموجودة في كرة الشروط، زاد تحرق الجرانيني كيف معناها أثر على وضعية معناها الملعب، وكيف معناها زاد أخر عملية التعشيب. على بعد كيلومترات اتحاد بوسالم كذلك يعاني، اللي كان في ماضي قريب يملك أحسن ملعب من حيث العشب، لكن بين الماضي والحاضر شنو اللي يتغير؟ تم الجازون ما عادش جازون، ولينا نلقوا إشكالية يوم المقابلات، نلقوا إشكالية مش نجموا نلعبوا يوم المقابلة، معناها ظروف تعيسة جدا في الملعب، ما عادش نجموا نلعبوا فيه. عام 2005 أخذين الجائزة الأولى في الملعب نتاع اتحاد بوسالم، هذول تو ولينا نعانوا معاناة معناها كبيرة. إن شاء الله الصولة الكل تتلفت لاتحاد بوسالم. وإذا الفريق الأول قاد الظلم تاعو للتدرب في ملعب لاناكس رغم النقائص، فإن الشبان في 2020 يدربوا في ظروف أقل ما يقال عليها كارثية وفي أرضية صلبة. من عام 1987 إلى يومنا هذا نزال على الحالة متاعه كيف ما تراه وكيف من هكا، لا حماية، ما فما حد شيء، جست يجي أنه يترانا ساعة، حتى المشكلة في الضوء، حتى المشكلة حتى في الأضواء، حتى يوصل يترانوا في الليل ما يلقوش معناها كيفاش الضوء يوصلهم، خاطر توصل حتى السرقة متاع الأضواء تتسرق، فهمتني؟ وكيف ما شفنا زاد حتى المشكلة والمعضلة الكبيرة إضافة الملعب البلط والملعب المعشب نتاع بوسالم، ملعب عمره 25 سنة ما تعودش، معناها حتى العمر الافتراضي نتاعه سيئت، معناها ما عادش موجود كملعب، هو نورمالمون ما عادش موجود. وكالعادة ممثلي السلطات المحلية تبقى تعطي في التبريرات والوعود. الملعب هذا ما نجمش عمره نتاعه فيه، وطلبنا احنا تولي مده طويله، مده تجي عندنا مراسلات وعندنا ملفات قدمناها لوزاره الشباب والرياضه من اجل اعاده تعشيب الملعب هذا، لكن الى حد الان ما زلنا في الانتظار معناها، وهذه معناها منشاه حيويه بالنسبه للاهالي بوسالم. اكثر الفرق تضرر اولمبيك الكاف، عميد الفرق في الشمال الغربي 98 سنه واللي كون اسماء عندها تاريخ في الكوره. استاد الاولمبي ولاناكس اصبحوا اشبه بثانيه مهمه بعد ما كان من أحسن ملاعب في المنطقة. يا أخي في الكاف عنا ملعب معشب، معناش ملعب معشب نتذكره دشنا عام 92، كان أحسن ملعب في تونس، تو تدخله وتبكي، تو عبارة أنت في الأمازون ولا غابة. قلت نوع ذي كله علاش؟ خاطر نحن بلاد نعملوا المنشآت الرياضية ما نعملوش لها انترتيان. وحتى استاد الحالي يلعب فيه الفريق في الرابطة الثالثة نوردين بن جيلاني في حالة كارثية. الصورة اللي أمامنا بصراحة قاتمة، وليداتنا تعبين، الأصناف الشبان لفريق أولمبيك الكاف إذا كان لقوا بلاصة مكان لحوم، لأنه الباب هذايا محلول منا ومغادي ومن جهات الكل، لولوية للحوم ماناش فاهمين وين باش نوصلوا فريق أولمبيك الكاف في هالملعب هذايا، نجم نقولوا شبه ملعب لأنه مدة صلاحيته وعمره انتهى، عمره الافتراضي انتهى، لكن وين وكيفاش وعلاش وصلنا للوضعية هذية، مسؤولية شكون؟ وفي غياب تبريرات البلدية المكان اللي اكتفت بوضع الحاويات الجديدة بالملعب لتفريقها، الخلاصة أنه منطقة الشمال الغربي تعاني. والسؤال علاش ماضي هالفرق خير من حاضرها؟ وينهم المجالس البلدية؟ أو أنه الرياضة مش في حسابات، أو التشريعات هي السبب؟ والأمر 1039 لسنة 2014 بإسناد الصفقات لأقل ثمن. والسؤال زاد إيش صار بعد زيارة الخبير الألماني دومينيك فينك لملاعب الشمال الغربي في أفريل 2019 بمساعدة الجامعة. في هذا الكل شباب هالمنطقة ما عندوش ملعب ونيكو ويتعلم الكرة، السؤال
ملاعبنا إلى أين؟ كان هذا التقرير. في الحقيقة حاولنا يكونوا معنا ضيوف في الحصة ما نجمناش، تحصلنا حبينا نعملوا ديوبليكس مع والي جندوبة، اعتذروا أحالنا على المندوب الجهوي للرياضة في جندوبة اللي ما كانش متواجد في جندوبة باش نعملوا معاه ديوبليكس. أيضا حاولنا أنه نشوفوا مسؤولين من وزارة الرياضة أو من وزارة التجهيز. على كل معنا في مداخلة مباشرة من القيروان سي عبد الكريم الفطناسي المندوب الجهوي السابق لولاية الكاف. مرحبا، مساء الخير سي عبد الكريم، أنت المندوب الجهوي السابق للشباب والرياضة بالكاف. يسمع فيا؟ إذا كان تسمع فيا أنت في المباشر سي عبد الكريم. بالفعل، تحية لك أختي رجاء، تحية لكافة المتابعين برنامج الحدث الرياضي، وتحية لكل الضيوف الحاضرين معك في الاستوديو. سي عبد الكريم، إذا شاهدت أكيد كنت تتفرج في اللقطات وكنت تشوف المنشآت. خلينا أختي رجاء نسمع فيك. أها، نحكيو معك أنت على على ولاية الكاف، وأنت اللي كنت مندوب جهوي مازال ما عندكش برشا، تقريبا أنت شهرين من اللي غادرت المندوبية. خليني نشوف تعليقك على اللي كنت تشوف فيه في الكاف وفي ملعب الكاف، ويا حسرة على أولمبيك الكاف اللي وقت اللي كان في الناسيونال آ. زدك معلومة أخرى أختي رجاء، ربما حتى بالنسبة للفيديو اللي معتها المصور اللي تعدى، أنه راه أول ملعب معشب على المستوى الجمهوري هو كان في ولاية الكاف سنة 1958، من أقدم الجمعيات الرياضية أيضا على المستوى الوطني هو في الكاف، عن نادي كرة قدم بجريسة وعن أولمبيك الكاف. نحب نأكد على نقطة مهمة جدا، أنه ما خفي كان أعظم هذا الظهر وهذه الحقيقة اللي قلنا نترجم فيها، لكن زاد حتى على مستوى الانجاز رغم برمجه الاعتمادات كثيره وكثيره جدا ما يقارب 40 مليار، معناها ثم اشكال حتى على مستوى الانجاز. واليوم حتى في متابعتنا وقت كنت انا نشرف على ولايه الكاف، الحقيقه عينا عديد المشاغل. اليوم مش معقول انه نجي على مستوى ولايه الكاف اليوم ما نلقاش حتى مشرفه رياضيه اللي هي مش وظيفيه وقابله انه معناها باش نلعب. اللي نحب ناكد على نقطه مهمه جدا، التشخيص الناس كل تعرفه نتاع البنى الاساسيه على المستوى الوطني، الامكانيات الناس كل نعرفوها بالضبط شنو. انا نحب ناكد على نقطه مهمه جدا اللي هو راهو يلزم الاراده تكون عندنا موجوده باش نحاولوا باش نحسنوا من نوعيه البنى الاساسيه نتاعنا، لانه نحكيوا على الاعتمادات موجوده ضعفت بالعكس، ولكن مع كل الاسف ثم تراجع كبير برشا على مستوى هالبنية الاساسيه اللي نشوفوا ولايه الشمال الغربي ما ثم حتى اي فريق على المستوى الرابطه الاولى لكره القدم، وهذا رجع بالاساس على مستوى الوضعيه نتاع البنى الاساسيه اللي خلاها الحقيقه متدهوره. اليوم برمجه الاعتمادات عندها 4 أو 5 سنين، وهذا ما يخلي انه التعطيل هذا على مستوى الانجاز يكلف زاد مصاريف زايده على المستوى التكلفه الجمليه نتاع المشروع. فعوضا انه مش نعملوا ملعب وملعب فرعي، نلقاو انفسنا اليوم ان شاء الله نكملوا الملعب الاصلي. وهذه الاشكاليات اللي فاتك اغرب حتى على المستوى الانجاز، وانا نقول الحقيقه ثم شبهات فساد، وهذا اللي نحب ناكد عليه وعينته انا شخصيا. نعطي مثال انه في ملعب السرس في انجاز المشروع هذايا قمنا بزياره ميدانيه وهو يتنجز الملعب هذايا في 12 جوان 2018 مع ماضي ساعه ودرجين، نلقاو انه حتى المقاول وقت يقوم بالاشغال نتاعو مع الاسف انه الرمل اللي يوقع يحط فيه على مستوى الملعب الحقيقه مخلط معناتها بالحجاره. زيدك اكثر من هكا في ملعب لوكسور ايضا حتى على مستوى قنوات تصريف المياه، معناها ثم اشكاليات على مستوى الانجاز اللي من المفترض انه ثم مصالح فنيه مكلفه بالمتابعه نتاع المشاريع هذه، ومكلفه ايضا باش تضمن انه الانجاز المشاريع هذه يكون مطابق للمواصفات الفنيه. لكن مع كل اسف نقول احنا من صلاحيتنا كمندوب جهوي شباب الرياضه الحقيقه انه نعينوا الاشكاليات هذه نحاولوا نرفعوها، ولكن هذا لا يكفي انه باش نبقوا مكتوفين الايدي، فانه كنا مضطرين باش نتابعوا بانفسنا كل المشاريع اللي قاعده تنجز باش نرفع التقارير، وعلى الاقل باش نحاول نتدخل ونصلحوا
ونحاولوا باش نوقفوا الاخلالات هذه عند معناتها عند حدها. ايضا نحب نعطيك ملعب معناتها ملعب التنس بالجريسه، لان بعد سنه فقط تظهر تشققات على مستوى الملعب، وهذا كل رفعنا فيه تقارير. نحب ناكد مش على خاطر مهامي اليوم انا باش نكشف معناتها الوضعيه هذه اللي موجوده في الكيف، بالعكس احنا رفعناها لكل الاطراف على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي وعلى المستوى الفني لكل الاطراف المعنيه الكل، ورفضنا الحقيقه باش يتم الامضاء على مستوى تسلم المشاريع هذه. ونحب ناكد حتى بالنسبه للحقيقه بالنسبه للمدارج نتاع ملعب السرس، فانه راه يجي كل شيء الا مدارج، هي عباره على قفص معناتها تصور جمهور محطوط في وضعيه معناتها غريبه وغريبه جدا. اليوم نقول كيف تم قبول معناتها المشاريع هذه بالكيفيه هذه، لانه مش معقول هذه راهي امور عموميه تصرف لفائده الشعب، والمشاريع هذه يستنوا فيها الشباب معناتها منذ عقود وعقود. نعطيك اشكاليه اخرى في قاعه في قاعه الرياضه بالدهماني، مشروع معطل عنده 5 سنين الى حد يومنا هذا رغم اصرارنا الكبير ورغم نعم. سي عبد الكريم، حتى يكون التفاعل، انت تو كنت عامين في قعدت في ولايه الكيف، شنو دورك مالا كان هنا اذا كان كوزاره شباب والرياضه تعطي التمويلات وما تتبعش وما يتمش المتابعه مع البلديات خاصه؟ انت كنت في الولايه وعامين وما صار حتى شيء، فما ديكالاج في الصوت. أو بالطبيعة لا صارت حاجات، نحب نأكد على النقطة هذه مهمة جدا، لا صارت حاجات. احنا كنا نتابعوا، وراهو المندوب الجهوي للشباب والرياضة راهو من صلاحيته أنه باش يوفر الاعتمادات باش ينسق على مستوى البرامج الوظيفية، ولكن معناتها اللي تحمل المسؤولية على المستوى الفني للإنجاز هي الإدارات الجهوية للتجهيز الحقيقة في غالب المشاريع، وفي بعض الأحيان لذا بلديات عندها الموارد البشريه الفنيه اللازمه هي اللي تبع المشاريع هذه. يعني باش ناكدوا على راهو دور المندوب الجهوي هو يكون حريص باش يسهل وينسق بين كل الاطراف في انجاز المشاريع هذه. يعني المندوب الجهوي لذا عنده ثم مشكل مع مقاول على المستوى التعطيل هذايا، ما عندوش الحق انه باش يحكي مع المقاول مباشره، لانه المقاول عنده علاقه اداريه مع الاداره الجهويه للتجهيز، واللي يشرف على ذلك كله هو السلطه الجهويه اللي ممثله في السيد الوالي بطبيعه الحال اللي هو صاحب المشروع. باش نكونوا روحين مع بعضنا، يعني الشيء اللي قمنا به والاخلالات اللي تم رصدها في كل المعتمديات، فهذا راهو الحقيقه نحب ناكد على نقطه مهمه جدا اللي هو راهو يفوت صلاحيه المندوب الجهوي. ولكن احنا احسسنا بالمسؤوليه واحسسنا انه الاموال العموميه هذه اللي تصرف لفائده الشعب واللي شباب يترقب فيها منذ عقود وعقود باش يشوف ملعب معشب، راهي نحكي لك على لابسيدي نادي كرة قدم بجريسة من أقدم الجمعيات على المستوى الوطني 1922، الكيف كذلك 1922، عندنا الدهماني، عندنا جريسة، عندنا لوكسور، عندنا ساقي سيدي يوسف، وما ننساش أيضا نحكي على ولاية حدودية في منطقة داخلية، واليوم ما عندناش ملعب بمواصفات أنه يليق بحجم وبعراقة الولاية هذه. وأنا كلامي ديما نقول ولاية الكيف بالأبيض والأكحل أفضل بكثير من الألوان، وهذه حقيقة. ما نجم يغير حتى واحد الواقع نتاع ولايه الكاف الا ما تكون ثم اراده وثم عزيمه. وقت اللي كنا نتحركوا ونرفعوا التقارير ونحاولوا باش نسقوا بين كل الاطراف وحتى بالتنسيق مع المصالح الفنيه للوزاره، اللي بالمناسبه لابد باش نشكرهم في كم من مناسبه رفعنا عدد التقارير وكنا في زياره ميدانيه، وهما بيدهم عينوا الاخلالات اللي موجوده في الجريسه، في الكسور، في السرس، في ساقي سيدي يوسف، ايضا ملعب نور الدين بجيلاني بالنسبه حتى للمدارج اللي هي فيها تقرير اختبار معناتها اللي هو ضروره الازاله نتاعها بصفه جمليه. شكرا لك سي عبد الكريم. مع الاسف ما نجمناش نتفاعلوا بالكدا نظرا للمشكل في الصوت، بارك الله فيك على التدخل. ونشكر الزملاء شكري الفرحاني وعبد المجيد جبيلي من الوحده التلفزيه بالقيروان اللي قعدوا معنا لهذه الساعه. نمشي معك انت كابتن، تو حتى نرجعوا للتقرير، وعود دائما وعود، اللي هذا يحكي كان على الوعود وما رينا شيء. الله يرحمها دليلة، بارولي عايشين تو سنوات معناها. والله باش نقول لك معناها كلام هذا سمعناه، فماش إرادة سياسية للاعتناء بهذا القطاع الحيوي. ما هو فيه شباب، ثورة شباب وثورة كرامة، تو الشباب مهمش. كي أنت تشوفوا هلا لو بيزاج ديزون، شوف تاع الكيف، دربنا في الكيف
نعم لك الجازون حرير تاع الكيف كان من اعز انت وسي عمار زوز درجة ولا باجه ولا كذا هي خويا المقاولين هذوما يا سي شوقي تبير يا ودي دوسيات مش ولا حد رياضي يا ودي اعطيه الهيئه المستقله ولا الهيئه الوطنيه المستقله مكافحه الفساد والافساد وغياب الرقابه تو انا نجي المقاول ونعطيه مشروع ولا نراقبه وناخذ لا ريسبسيون ناخذ هكاك شوف فما اجرام كبير وكبير جدا يكذب عليك ويقولها وانا مسؤول عن نفسي ومسؤول على كلامي شو الحكايه ذي؟ ما هذا؟ معنى قطاع رياضي حيوي فيه معنى استثمار في اشعاع دولي شوف انا هذاك ملعب الكيف هذاك ملعب الكيف وذاك ملعب منزل بورقيبه يا مسؤولين ترقدوا كي تشوفوا هكا تونس اصبحت خراب في خراب ش عندك تقول يا رجال والكلام باقي ولا نعرف شنو هو الاداره وكذا ومركز التكوين البلاكه بالجديد ومكتوبه شباب ورياضه تي ناس كل تونس تسدت الكل هي سامحوني ساعه انا نخرج على خاطر ماهوش معقول تونس فيها ملاعب هكا مازن بورقيبه مره اخرى وريتوه اليوم الكيف وما ادراك باجا كذا ما تكلموش على الاخرين اي وين ماشيين وين الإرادة السياسية؟ أنا يمكن نحتمل نقولوا عمدا يصير دمار للرياضة للثقافة كل ما شيء حيوي في هذا البلد. سي عمار شفت في التقرير معناها ولو يقولوا الماضي خير من الحاضر. أو من ناحية باش يقول الماضي والماضي ما كناش راهو زاد راضيين به 100%. با سو بوان كوميم عاد. كنا نطمح إلى ما هو أفضل. الأمانة معناها شيء وقف المخ وما شيء وقف المخ يعني صحيح. وما معناتها أكبر دليل وحتى مسؤول ما حب يظهر ويعطي يعني شو الشيء اللي صاير يعني من المسؤول المرة اللي فاتت نصف وزير شباب الرياضة قالت اللي المشاريع الأقل من 3 مليار دوات تهم البلدية ووزارة التجهيز البلدية ما فوق 10 مليار دوات تهم معناها المركزية اللي هي يعني وزارة شباب الرياضة يعني المركزي في تونس دونك كيفاش وانا نتصور يا كابتن الامور ملخبطة ومسؤوليه مشتركه نتاع الاطراف الكل. يعني حتى كي نربط شيء بشيء انا لما نشوف الملاعب هكا اعتقد كونه حتى اجتماعيا يعني الشمال الغربي في حاله يذري ظل مزري يعني اجتماعيا واقتصاديا في حاله مزري لما نشوف الوضع بالطريقه هذه على مستوى البنيه التحتيه في الرياضه فيعني فما اشكال كبير. وكما قلت كان حتى مسؤول ما ظهر ما باش يفسر او باش ثم مسؤول ظهر سامحني انت قلت حتى مسؤول ظهر يقولوا لي معنا سيد والي سليانة سيد عبد الرزاق دخل معنا مباشره سي عبد الرزاق مساء الخير مرحبا اخت رجاء مرحبا بك اذا حبيت تتفاعل مع الموضوع تفضل بالنسبه لسليانة ملعب سليانة حبيت نشكر سيد رئيس الجمعيه ملعب سليانة برمجنا فيه مليار و200 مليون وان شاء الله بقدره ربي 10 ايام ماكسيموم لابيل دوفر مش تخرج طلب العروض علينا طلب العروض مش يخرج المليار و200 هذه فيها مدارج مغطاه وفيها الليفيسيير حجره الملابس مش يقع تهيئتها من جديد وفيها البارتي من السياج الخارجي مش يقع تحسينه وفيها بارتي في ار دي اللي هي ال معناها بتاع الباركينج اللي مش تقع معناها ان شاء الله بقطرب معناها مش يقع تحسينه وبالنسبه للعام الاول عملنا اعاده تعشيب ان شاء الله بحول الله حاليا في السناب قطرب باش نعملوا ريسبسيون ديفينيتيف وان شاء الله الامور نتاعو مريقله بحول الله ونحب نشكر الجمعيه رغم الظروف الصعيبه ولكن الجمعيه قاعده تخدم بطريقه خارقه العاده هيئه مديره وجوالات ويحتل تو المرتبه السادسه هي الحقيقه الخامسه على خاطر في فرق الاهداف المقبوله والمدفوعه وان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله السريانة تحتل المرتبه اللي تستحقها وتكون موجوده في النخبه ان شاء الله. والله سيد الوالي سيد الوالي معك الكابتن خالد حسني. كابتن خالد حسني اخوه كابتن خالد حسني انا كنت 8 سنين معطي مدور في بنعروس وكابتن خالد حسني كان بالحق من الناس اللي ساهمت بشكل كبير برشا في تحسين البنيه الاساسيه في حمام لمس وكابتن خالد حسني تعرفوه في الرياضه لكن نعرفه في الرياضه ونعرفه في التنميه ونعرفه في الوضع الاجتماعي والاقتصادي ونعرف كيفاش كان عنصر تهدئه في وقت صعيب برشا 2011
وقت اللي عانينا مع بعضنا الوضع ذاك، لانه يحظى باحترام كبير برشا من هالي حملنف الى هالي بن عروس، ونعرفه بالكدا الكابتن خالد حسني. بارك الله فيك سيد ويلي، بارك الله فيك سيد ويلي، ولكن ولكن بارك الله فيك، ولكن عندي تدخل معناها هكايا توا داكورد ومش نحسنوا من المدارج ونحسنوا من العشب ونحسنوا ونحسنوا ونحسنوا، ولكن المفاجأة والطامة العامة هو بعد شهر شهرين الغازون ما عادش غازون، الفيستير ما عادش فيه كذا. أنا شو نلوموا على الناس؟ نلوموا هذه موان ديزون هذوما اللي ياخذوها معناها أقل واحد المقاول نعطيه، كي مش تعطي أنت أقل واحد بالطبيعة مش تجي البنية التحتية بودورو في ثلاثة شهور مش تطيح، وهذاك الكل مش يتحسب على المال العام. أنا أتمنى أن فما دور رقابة وفما إخصائيين والاستلام ما يكون كان مية مية، مش هاو نعملوا موزيكا وترمبيتا ونعرف شنو هاو حلينا واحد وكذا. لا خلينا نسمعوا رد. تفضل سي عبد الرزاق. بارك الله فيك سي عبد الرزاق. هذا قانون الصفقات، قانون الصفقات العمومية اللي كونك يلزمك تمشي وفق الإجراءات القانونية، تمشي لأحسن عرض بالنسبة لأحسن عرض للإدارة اللي هو العرض الأقل ثمن. هذه ما أمور أما كما عملنا في ملعب حمام نعملوا في ملعب سليانة إن شاء الله. هذا اللي نتمناوه بالطبيعة. لا ان شاء الله ان شاء الله. لا هو شو راهو ونحب نشكر برشا برشا البلدي، الرياضه حق دستوري والتعليم حق دستوري والصحه حق دستوري. كلام اما يا سي عبد الرزاق برشا وعود الناس كل توعد وما فما شيء، هك تشوف سنوات والوعود ورا الوعود. اخت رجاء هذا مش وعد، هذا 10 ايام. لا مش كان انت، نحكي على الجميع انا كل الاطراف. لا لا احنا شوفي احنا نخدموا كولابوراسيون، وزارة الشباب والرياضة والسيد الوزير يعطيها الصحة وقالت حتى كان نقصين فلوس باش نزيدكم، هو 1000 معناها مليار و200 مليون، لكن السيدة الوزيرة الحقيقة واقفة معنا. احنا كولابوراسيون مع البلدية مع الجمعية مع المجتمع المدني، الحقيقة الناس كلها واقفين مع بعضنا، وان شاء الله بقدرة ربي معناتها مكان خير. اما هذه ما هي وعود ان شاء الله 10 ايام 25 يوم. هذا اللي نتمناوه، هذا اللي نتمناوه. شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك سي عبد الرزاق الوالي سليانة على هذا التدخل والتفاعل المباشر. ما يسالش نحبوا احنا المسؤولين يتفاعلوا هكا على المباشر، ويظهر لي فما تفاعل اخر يقولوا لي انه وزاره الرياضه، ما وزاره الرياضه احنا جمعه كامله واحنا نستناو فيهم باش يعينونا شكون يحكي جمعه كامله لليوم الصباح. لليوم الصباح اما توهم يقولوا لي يظهر لي ثم تفاعل وبعثوا لنا شكون توا. اذا كان ثم شكون ما يسالش قولوا لي شكون نحضر. سي الحبيب بوقرة جانا توا، تفضل. مرحبا سي الحبيب، ادخل اذا كان ادخلوا حضروا له الكرسي نتاعو. مرحبا سي الحبيب بوقرة، كان حاضر معنا هو في في الحقيقه. كيما تدخل مدام لا 90 هذه في الدقيقه 90 الملاعب معناها سيد الوالي. انا قبل وخليه يدخل تونس الكل ولا حشيش، خلينا في المباشر يا عربي، خليه يدخل مدام حضرنا له الكرسي ويدخل. نحبوا نحكيوا على حاجه، واحنا توا الجمعه هذه عندنا الهوند، عنا الهوند، حبيت نحكي على القبة نتاع المنزه. تعرفوا لي هي القبة توا مغلقة عندها توا 3 أشهر، والناس كل علاش تفكرت القبة توا وقت الهوند فالا والتوقيت نتاع الترجي والإفريقي. أي بالضبط بالا. وعلاش ما لعبناش في القبة ورمزية القمة على الأقل الدور الأول وبعدت في رادس خليوه الدور الثاني. القبة معروفة علاش؟ لأنه القبة شاب معناها شاب فيها حريق وقعدت فيها أشغال طولت لمحالة نسبية. أي ما يحبوا يعرفوا علاش طولت الأشغال وين وصلت. نشوفوا التقرير، خلينا نشوفوا التقرير، تقرير هذا ثم نرجعوا. القبة حاليا قاعدة تخدم تأمن في الأنشطة العادية التقليدية اللي نتاع النوادي وبعض حصص تمرينات تدريبات. ما ديما نرجع ونقول راهو احنا نتداخلوا مع وزارة التجهيز ومع الولاية في المعطى هذه، ثم بعض الإجراءات الوقائية والحماية احنا قمنا باللازم في علاقة قاعدين نخدم فيها مع وزارة التجهيز، ربما خلال زادة 30 يوم 45 يوم إن شاء الله على أقصى تقدير، وبحول الله ترجع باش تحتضن كل شيء. القبة كما شفتوا هوك على الأقل خدينا الأخبار الصحيح مع سي طارق الفرجاوي عربي.
اكيد هو شوف كما قلت رجاء الناس كل ذكرت القبه وقت اللي المنتخب التونسي كره اليد تخيل يلعب في الكاس الافريقيه. ممكن تاثير نتاع الكان هذه على الديربي خلى الناس كل تحكي علاش ما لعبناش في قبه المنزه. كيف كيف الحضور الجماهيري اللي رينيه المحتشم في قاعه رادس خلى الناس تتسال علاش ما لعبناش في القبه، لان القبه تعرف عندها رمزيه كبيره كيف كيف ملعب المنزه. تقريبا احسن ذكريات كره القدم التونسيه باستثناء 2004 كان عشناها كل في الجهه هذيك جهه المنزه. اليوم كما قال كابتن قال حتى العرس ولت فيها شك كبير اسكو قادره باش تحمي الجماهير اللي تكون موجوده في القاعه ولا ان شاء الله. على كل معناها التدخل نتاع سلطه الاشراف يكون في وقته مش في دقيقه 90 معناها كما قاعدين نشوفوا توا. أو قالوا دون زاموا. على كل أنا نشكر وليد عزيز وأسامة سلامي اللي كانوا حاضرين وغادرونا تو، ونرحب سي الحبيب بوقرة مرة أخرى في الأحد الرياضي عن وزارة الشباب والرياضة. مرحبا سي الحبيب. بارك الله فيك أختي. شنو قالوا لك تو هيجا ولا شنو هي الحكاية؟ متأخرة شوية لمحالة ما متأخرة. احنا قمنا باللازم وحاولنا نتصلوا بكل الأطراف المعنية بالموضوع. كالعادة نعود ونرجع نحكيه على المنشآت، وكنت تتبع في كل ولايات الشمال الغربي. احنا شوية ركزنا شوية على الكيف لأنه كان معنا المندوب الجهوي السابق للرياضة بالكيف، ولكن نجم نحكي على بيجة، على سيلينا، كان معنا السيد الوالي، على عين دراهم. هو سيد أخت رجية الموضوع الإشكال كله هو في الصيانة بتاع المشاريع بالضبط. نحن كي نتسلموا المشروع كما قال الكابتن مريقل فهمت، والناس كل فرحانين وكل شيء. المشكل بعد الثورة فما الفترة اللي المجالس النيابية النيابية الخصوصية هي اللي الفترة هذيك لقاو صعوبة شوية الأمور باش ما نقولوش حاجة أخرى، باش ياخذوا جانب الصيانة على محمل الجد. دونك قعدوا لهين بالمشاكل الاجتماعية والجانب الرياضي أهملوه معناتها. دونك اش خلى الفراغ هذاك الى ريبير فراغ على الاسف على الفتره اللي جات من بعد. دونك زاد فما جانب اخر اللي هو المقاولين اللي عملوا اختصاص في وقت قبل الثوره في جانب الصيانه، بعد الفتره هذيك كي ما لقاوش معناتها مشاريع ما لقاوش خدم في جانب الصيانه بدلوا الاختصاص. هذا هو معناتها قعد المشكل الاساسي في الـ في الـ في المنشآت الرياضيه هو الصيانه، واللي هي كما تعرفوا مع تتكفل بها البلديات. ودوركم انتوما في المتابعه كوزاره، انتوما اللي تعطيو في الاعتمادات. ما نجموش ندخلوا في الصيانه. اما نعطيو راينا من الجانب الفني، تو اختصاص كيما العشب الطبيعي نحن مختصين فيه. هاو نعطيكم ليكزامبل نتاع الحي مؤسسه الحي الوطني الرياضي. وزروا المنشآت نتاعها خاطر تشرف عليها هيكل معناتها ينفكس. اي كي تقول لي انت توا كي تقول لي البلديات معناها نحكيو على الولايه لهنا. هنا توا مثلا وزير الشباب والرياضه والوزراء اللي قبل الكل يمشيوا للولايات هذوما، ويمشي اكيد باش يقابل الوالي، ما هما يتبعوا بين بعضهم، والوالي باش يعطي تعليمات البلديات. الفتره هذه كي بعد الانتخابات نتاع المجالس البلديه ولات البلديه عندها شان محلي معناتها. ما عادش ترجع بالنظر للوالي بصفه لا في نحكي هنا في الصفقات العموميه. لا نحكي في جانب الصيانه في الصفقات العموميه. فما مشاريع تتعهد بهم الولايه كمجلس جهوي، وفما مشاريع اللي تتعهد بهم الولايه البلديات اللي هي المنشاه اللي ترجع لها بالنظر الملكيه نتاعها. باهي باش ما نقعدوش ندوروا. عند الاستلام شكون الجهه اللي توقع في المتر دو لوفراج اللي هو صاحب المشروع والمتدخلين كل من المصممين مكاتب الدراسات، ونحن كي يستدعيونا خاطر نحن في نكون نتبع. المفروض معناها نقول من المفروض المستحسن باش تراقبوا العمليه كتبقى ما تتبعش، لكن في الاخر بالكل باش تعطي لافال كونه مقبول ولا لا. الوزاره فما اخصائيين نجموا يراقبوا الامور هذه. لا نحكي لك على يمكن نوقفوا حد الاستلام نحن نتبعوا في معناتها من الانطلاق الدراسات حد الاستلام الوقتي نحن نتبع ونجموا نوصلوا حتى الاستلام النهائي. اما فما المشكل نتاع جانب الصيانه جينيرالمون ما يعيطوناش فيه.
واللي نحن نجم نكون عندنا راي بما انه الامر مستفحل في كل المعتمديات والولايات والملاعب لهنا، شنو الحل اللي باش تلقاه الوزاره؟ حتى ديما تقعد الرياضه ترجع لوزاره الشباب والرياضه، ما هذيك المشكله، هاي الناس كلها تحمل المسؤوليه، لكن انتم شنو الحلول اللي باش تلقاوها؟ كما قالت سيد الوزيره في عديد من المناسبات، المشاريع اللي تنج يقع انجازها واللي حتى وكان الاعتمادات ما كملتش، ما كما قال لي سي عمار معناتها ديفالويسيون دو دينار انجت كون المشروع كلفه اضافيه، الوزاره تتعهد بهالكلفه هذيا في جميع مراحل المشروع، وما نجمش يصير في بعض الاحيان تحويل مبلغ مثلا مبلغ مرصود وقعدته ستة شهور والصفقه ما تمتش، تصير اشكاليه اخرى في جهه اخرى هكا للضروره، المبلغ هذاك ما يتحولش لا صعيب حاجه اخرى، لا ما يتحولش يعني التأخير هذا بكله، قلت مبالغ مرصودة مرصودة لا. ثم الإنجاز ما بداش، التأخير جنرال مو يصير في إشكال عقاري، في مشكل او نيفو دو تيران معناتها الجيوتكنيك دو تيران دو سول، هذا هو في اللي يصير. تقول لي تاخير، تقول لي تاخير راهو نتاع شهر وشهرين وثلاثه، راهو تاخير عام وعامين وثلاثه، ونحكيو على كلمه تاخير. سي ما تلقاش مقاول سي اخت رجيم، مي سي غراف، شنو معناه ما تلقاش مقاول؟ في السود ما تلقاش مقاول. سامحني بلا سؤال، انا حبيت علاش قبل كنا نلقاو مقاولين معناها تو ما عادش تلقى مقاولين؟ لا مش ماتوا، احنا العكس نظهروا لي كثروا المقاولين تو. اول حاجه في السود ما نلقاوش مقاولين. سامحني اول حاجه سعر جاي باش نبداو متفاهمين، وزاره الشباب والرياضه يلزمها وزير مش شطر وزير، يعني هي ديجا بالهنات اللي موجوده فيها الكل ما نجمش يكون عليها معناها نصف وزير. نعرف مدام سونيا بشيخ وزيره الشباب والرياضه هي بدا في الان ذاته وزيره الصحه، وبلاد كيما هكا في ظرف كيما هذا معناها بقطاع رياضي تقريبا اكيد يكون 90% كله مريض، وتجي معناها عنده مشاغل اخرى، خلينا نقول 10% على ملعب الرادس على الاقل. لكن اليوم كي تقول لي انت هكا مثلا البلديه هي اللي لها بالامور تاع التوقيع والصيانه مش من مشمولاتنا، الحشيش هذاك اللي طلع معناه تقريبا متر في السماء هذاك، وين الدوله كما يقول ترجع للنظر البلدي بالقانون ما نجموش حتى نتدخل. الفتره نتاع النيابات الخصوصيه اللي انت تو تحكي على انت الوزيره تحكي فيه، هما وقتها ما كانش وقت عامين معتمد هو نفسه رئيس النيابه الخصوصيه شاد منا ومنا، لانه الكيف وسليانه وجندوبه ما عادش انديه نتاع واجهه ما عادش موجودين في الضوء، يعني كان جات موجوده هذاك اللي اثر عليه ناسيونال راه العين الكل عليها، لانه يعني اليوم مثلا بنزرت كي قات رئيس يدافع عليها صوتها وصل يقاد المتلاوي كي الملعب نتاعها شفناه بالحاله هذيك احنا حاول نتكلموا احنا كاعلام احنا كاعلام نحاولوا نكونوا عينين على كل شيء يعني، لكن انت توك جبت على اولمبيك الكيف جوستومون كي تقول لي الاولمبيك الكيف تقول لي اولمبي البيجي كي تقول لي سي نورمال ما فماش ملاعب ما عندهمش لون يدربوا ولا لون يلعب، احنا رئيس اولمبيك الكيف يا بربي يا كابتن سي جلال العوني سي جلال العوني يا كابتن شيء بكي، انا نحب المسؤولين هذوما والوزيره والوزراء والدنيا كي يشوفوا هالمنظر هذا والمشهد هذا المحزن الكئيب الخراب الافساد تاع الملاعب، كيف من احسن جازون في الجمهوريه التونسيه يصبح هكا؟ كيف وباجه تفكر باجه كيفاش كاين؟ السبور سي كلوشار ديزي ليه خاصه منطقه حدوديه كما تقول لي كما في عين دراهم جبال خمير، معناها الشباب اش عنده؟ يا باش يلعب سبور يا باش يمشي لبلاصه اخرى تعرفوها، باش يمشي للارهاب وباش يمشي معناها المناطق هذوكم على الاقل قعد لهم الرياضه هي اللي المتنفس الوحيد. انت تو اكيد حكيت على اولمبيك الكيف سي جلال العوني اتصلنا معاه حابين هي يكون لهنا معناها نوصلوا صوتهم للجمعيات هذوما، رفض قال نعملوا دوبليكس وتفاهمنا معاه وبعثنا له ايكيب دوبليكس، ومن بعد اليوم عشيه كامله نطلبوا فيه تليفونه مسكر وما جاوبش وما اعتذرش. هذاك علاش انا وقت اللي احنا نجيو نحكيو عليهم مع الاسف معناها حتى اعتذار لي السي العربي الناس الكل تستنى في الحكومه والكراسي ولا واحد فما توا كيفاش تقولوا جمود لا فما استمراريه الدوله لا سي الحبيب الحكومات تتبدل وانت موجود والمديرين موجود فما استمراريه شنو نستناو حكومه جديده لا الدوله في حزام محدود لانه الدوله اللي تحكي عليها رجال مش موجوده بعيده راهو لانه مثلا كي تحكي على عين دراهم متبرقه معناها اذا كياسات في عين دراهم مش مقدوده وكارثه تقلب واذا الحشيش طالع متر واذا تنينات ما فماش بنيه تغرق وين الدوله الغاديك معناها مش باش نحكيو على رقعه جغرافيه معينه نحكيو على راس ايوا سي الحبيب شنو الحل معناتها بطبيعة معناتها الحل راهو يلزم خلق هيكل
يعنى بالصيانه راه هذا هو. وين الهيكل هذا بشنا؟ في على في من ولايه كل أه. يلزم في كل ولايه، في كل ولايه هو ما فماش لجان، ما فما لجان مختصه، فما لجان فيها من مندوبيه الشباب والرياضه وفيها من البلديه وفيها من الولايه وفيها من وزاره التجهيز، فما ولايه مختصه، فما لجنه ريتا ومؤسسه الحي الوطني الرياضي اللي عندنا نحن يلزم تكون ممثله في العديد الولايات. يظهر لي انت هنا رميت الكره لوزاره التجهيز. لا لا معناتها لا مش لا البلديات، البلديات راهو نحن مشكلتنا البلديات اللي ساعه ساعه ما تلقاش فيهم عندهم ان تكنيسيان اللي يقوم اللي المختص في الصيانه. مقوله بدون اهليه مقولوها، لا قولها لا ماهوش مختصين معناها. لا لا معناتها ما تلقاش عندهم مهندسين مختصين. وين المهندسين نتاعنا اللي قاعدين يتخرجوا كل عام والشباب نتاعنا وينهم؟ هذا هو معناتها ما تحلو لهمش المجال خاطر لا هاو تو كيما انت تعرف ريكروتمون ما فماش العامين هذوما ما فماش ريكروتمون. فما مثلا منشات رياضيه زاده الوزاره سلمها للبلديات والبلديه حتى عساس باش يحرس ما فماش ما شفنا كيما شفنا في ملعب حي التضامن. اي يعني والبلديات راهو بصراحه معناها فما استهتار ولا شو اللي ما راهو عدم قدرة مواجهة المصاريف ساعة من ناحية المصاريف دولة مريضة تو سامبلومون يعني اليوم كي تشوف فما حاجات لازم نبدلوها زادة راهو. ما كانش بدلها شوف شوف شكون باش يبدلها؟ ما قلت لك فماش إرادة سياسية جوستومون هي المشكلة لأنه كل ويلي يتحط مثلا أنا تقريبا في 9 سنين 500 حكومة جات الويلي اللي جا الشيخ من بعد جمعة يا كابتن أنت توا تقول لي ما فماش مجلس النواب السنة فيه برشا رياضيين كيفاش؟ مجلس النواب اسمع أي توا يحركوا معانا ويعمل الرياضة والثقافة والتعليم هي سياسة الدولة ويعطيك أحسن وأنت تعرف اللي البيدجي تاع الوزاره نقصوا منها باش يوريك شو الاهتمام. تو احنا مش نقعدوا انا عندي 20 سنه ونحن نتكلموا على الامور هذه نجيو نعملوا وصف السيد الوالي والسيد المعتمد والسيد كذا كيما الله معناها سي لامين النهدي قعدنا فك السردوك الريشو. اي باهي اعطينا انت الحل يا كابتن يا كابتن هو الكلام يا كابتن ما فماش حلول. اعطينا انت الحل اذا كان فماش اراده سياسيه نبطلوا نربعوا ايدينا. لا اعطيني الحل اعطيني انت تو تتكلم اعطيني زاد ليه انا مانيش من اقترح اقترح نعرف اقترح مش يولي وزير الشباب والرياضه واللي مش يولي في التجهيز واللي مش يولي خاطر الشباب والرياضه ماهيش تيرانات راهي تابعه لوزاره الداخليه وتابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه وتابعه حتى وزاره المرأة وتابع حتى وزارة التعليم وتابع التعليم العالي وتابع وتابع وزارة الشباب يحسبوها وزارة كرة تعطي رانات لا سي تانتو تقول لي حل حتى متداخلة في برشا. سي الحبيب ما تراش انه يلزم يكون فما ديوان في وزارة الشباب والرياضة يعنى بالمنشآت الرياضية؟ لا لا وين نحي الامور هذه من البلدية وانتم تبعوا فلوسكم وين ماشي وتوليوا وانتم تبعوا تتوسع اكثر صلاحياتكم. هذا هو الهيكل اللي قلت لك عليه اخت رجاء معناتها هيكل كسوى ديوان ولا اما يقع معناتها تكليفه بالصيانة وما هذا من 2013 هذا اللي تحكي لي عليه فكره هذه من 2013 بها تو ما شكون يمشي الوزراء كل وزير يجي مجلس النواب يا اخي الوزير كي يجي سامحني والله تو والله موضوع الوزير كي يجي يلقى معاه مديرين عامين هما اللي باش يعطي ما يبدا مع انتم اللي هنا الاطارات العليا في الوزاره اي تقال هذايا في عهد الوزير طارق دياب الفكره هذه من عهد طارق دياب ومن عهد ماهر بن ذياب معناها في توا تقريبا 6 7 سنين الى متى؟ ما باش نقعدوا هكا ها نقول لك بالله عندي سؤال توا هذايا الكل فما سياسه دوله للرياضه اي ولا ما فماش؟ عمرك سمعت حزب في برنامجه اونتر بارونتيز تكلم على الرياضه؟ فماش تكلم على الثقافه؟ فماش تكلم وتكلم دونك شو مش شو تكلم امور نقول لك امور نقول لك شو تكلم باهي سي المرايحي قال وقتها فيما يخص الاساتذه الجامعيين عندهم مشكل ونقابه وكذا قال لك كان جاو رقصات ولا كوارجيه راهم خلصوا هذه واحد قال الوغ الكوارجيه وظيفه عموميه هي تخلص الوظيفه العموميه تو هذا برنامج يا اخويا عمار لا نحكي لك نحكي لك عن النظره عن النظره قول عن التخلويه خلينا نفهموا خلينا نفهموا فكر للرياض هذا الموقف الثاني يوسف الشاهد في سوسه قال عنا تو فيما يخص المجال الرياضي عنا الملعب نتاع سوسه باش يتحسن وكذا كما قال عصام الشوالي باش يصبح مقبره للزائري دونك هذايا معناها النظره نتاع النخبه نتاعنا للرياض هذوما لي فالور ماتش نتاع كره تيرا باش يولي مقبره فعندما نعطيو
صوره اخرى معناها على معناها ملعب وكذا الى اخره. دونك هذوما الجملتين اللي سمعتهم في الحملات الانتخابيه الكل في الرياض. تعبير مجازي تعبير مجازي هذا من اي رئيس السيد رئيس الحكومه خلا فيه قرار وقاعد ماشي الاشغال المصنعه خاطروا ملعب سوسه. لا ايه خاطروا ملعب سوسه علاش ديما تحبوا نزينوا؟ لا 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 انا نحكيو على ملاعب الحشيش وصل فيها مترو. اي هذا يشكون مسؤوليه شكون؟ وين الناس المشرفه يا اخي وزاره انتم وزاره؟ لا 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 احنا ما ندخلوش في الصيانه. احنا بالقانون نحن هذا كي تقول لي الحشيش مترو ولا صيانه؟ لا الفلوس شكون يعطي فيها؟ ما نعطيوش للصيانه نحن نعطيو للصيانه تبع البلديات الصيانه عند البلديات مش حكيت على البلديات دخل بالمكاتب البلديه مجلس البلديه وقتاش تتشكلوا هما رجال انا نجي ونعمل لك العشبه ما الصيانه عليك انت والصيانه تتكلف زاد اموال الصيانه مش العشب اللي كان مكلف في الوزاره اللي يهين بالعشب نعم نعم مكشوف مكتب الجامعه جاب خبير من فرنسا بسكينه نتاع خبز اكتشف لي الملاعب كلها نتاعنا معاش ومشى للشمال الغربي وما لينا شيء مشى هو ديجا حتى الخبير هذاك تاع الجامعه مدير ومدير مسؤول وناس تبرم في عقود ومن بعد تجي انت تو اليوم ملعب رادس قداش من مره عشبناه وقداش من مره جهزناه ملعب المنزه ملعب بنزرت يعني تقريبا بعد اربع شهور ثلاثه شهور الملعب يرجع كما هو. احنا توت فاسون نعرف اللي صعيب تو مش احنا اللي باش نلقاو الحل ولكن احنا حطينا اصبعنا على الداء وكشفنا اللي نجموا نكشفوه حول المنشات كل مره نحاولوا على الاقل هاو ثم تجاوب من الوزاره فما تجاوب من الولايات فما تجاوب من اي مسؤول ينجم يا رجاء يصلح قعدوا 20 شهر باش يجيبوا تابي اسمها للمتلوي شو تقول لي انت سياسه 20 شهر باش جابوا تابي وحطوها ايش تقول لي شفتي ايران المنزه قد عنده مساحه ايران المنزه قداش عنده مساحه صراحه هيك تسمع شو الموضوع سي حبيب شكرا ليك على الحضور شكرا ليك على التفاعل كابتن الموضوع كبير خلينا نمشيو خلينا نمشيو الحاجه باهيه خلينا نمشيو للهوند تعرف انطلقت كاس افريقيا للامم بتونس المنتخب الوطني التونسي العلامه الكامله ثلاثه مباريات يفوز فيها اخرها منذ قليل اليوم ضد الكاميرون ويلقى روحه في الدور الثاني لمواجهه غدوه المنتخب المغربي اكثر تفاصيل مع زميله اسلام بن صالح أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد الدور الأول من كان 2020 حسب التوقعات وإن كان في طريق مفتوح ضد منتخب الراس الأخضر الكوت ديفوار والكامرون وهكا يضمن أبناء جيرونا الترشح للدور الثاني صحبة منتخب الراس الأخضر مفاجأة الكان في أول مشاركة لي في البطولة الإفريقية وبالعودة لمباريات الدور الأول منتخبنا ملقى صعوبة في تخطي منتخب الكاب فير في المباراة الأولى وكانت فرصة لجيرونا لتشريك العديد من الملاعبية من بينهم عصام رزيق وأمين درمول في أول مشاركة لهم مع المنتخب وفي ظل النجاعة الهجومية خاصة من أسامة البوغانمي على جهة اليسار ورمزي مجدوب على جهة اليمين تونس تنتصر بنتيجة 33-21 وفوز منطقي للنصور أمام منتخب متواضع مباراة عرف تألق الحارس وسيم هليل وين تم اختيارك أحسن لاعب في المباراة سيناريو المواجهة الثانية ضد الكوت ديفوار كانت شبيهة بالمواجهة الأولى وين قام توني جيرونا بتشريك العديد من الملاعبية لدخولهم ذهنيا في البطولة والهجوم كان حاضر كما يلزم اكتسح المنتخب الإيفواري منذ بداية الشوط الأول اللي انتهى على نتيجة 22-13 النجاعة الهجومية تتواصل في الشوط الثاني مع تألق رمزي المجدوب اللي تم اختياره في آخر المباراة كأفضل لاعب مع أعرض نتيجة في الكان 48-24 مباراة الكامرون كانت بداية التفكير في الجديات إذا عرفنا أنه الإسباني توني جيرونا خير الاعتماد على التشكيلة المثالية منذ البداية بإقحام أسامة حسني، محمد السوسي، أمين بنور، مصباح الصانعي، مروان شويرف، وأسامة البوغانمي وعودة مكرم المساوي لحراسة المرمى الشوط الأول هجوميا دخلوا المنتخب كما يلزم مع تحسن على مستوى الدفاع مقارنة بزوز مباريات الأولى مع التركيز على الهجمات المعاكسة ويسجل منتخبنا 11 هدف من كونتر اتاك شوط ينتهي على نتيجة 22-12 الشوط الثاني عرفوا عناصرنا الوطنية كيفاش يجريوا النسق ووصلوا تألق على مستوى الهجوم وينهيوا المباراة بفارق 20 نقطة 41-21 مع علامة الامتياز لأسامة البوغانمي 3-3 للمنتخب الوطني اللي حقق المطلوب في الدور الأول قبل الدخول في الجديات اللي تبدأ غدوة ضد المنتخب المغربي وأولى مباريات الدور الثاني قبل مواجهة المنتخب الجزائري نهار الأربعاء في المباراة الثانية
حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد ويحافظ على اللقب نتاعو والتأهل للأولمبياد وأيضا لكأس العالم بمصر 2021. وأكيد احنا ننتظروا المباراة النهائية هو والمنتخب المصري، باش تكون مباراة كبيرة وإن شاء الله الجمهور يتابع هذه البطولة، لأنه الفترة الأولى والدور الأول كان الحضور محتشم. مانيش باش نحكي برشا على الهوند، خاطر عندكم حصة يومية على الوطنية الأولى، كل يوم تتبعوا كل المباريات وحوسلة واستضافات وتحاليل دونك في الوطنية الأولى يوميا. إلى رياضة هي رياضة جديدة وعندها ولات جامعة الرياضات الإلكترونية وعندها بطولة باش تنطلق من نهار 24 جان في مشاركة 15 جمعية ترجي فيها، الإفريقي فيها، النجم فيها، والتحق أيضا الملعب التونسي. أكثر تفاصيل مع سفيان وج، أحمد خضري، عمر مالك. بعد بعث فرع الرياضات الإلكترونية لفريق الملعب التونسي، نظم أبناء البقلة ونهاية الأسبوع بالمركب الرياضي الهادي النيفر تظاهر الانتداب لاعبين في عدة اختصاصات. احنا الأوبجيكتيف نتاعنا دو أن باش نكونوا الجمعية نتاع الإي سبورتس في الديسيبلين كل، كوسوسوا برو، فيفا، ولول، سي اس جو، حتى معناتها دون لو فيتور نخمو في الجو دو كومبا، حتى ستريت فايتر ولا تيكن. دونك احنا توا في الإيفينمون نتاعنا قاعدين نعملوا في التورنوا دو ريكروتمون. تظاهرة كانت فرصة لعديد الملاعين بهذه الرياضة لتحقيق حلمهم والحصول على مكان والمشاركة في البطولة الوطنية في تجربتها الأولى انطلاقا من مارس القادم. إن شاء الله إن شاء الله يعملوا تورنوا في تونس، كل واحد يمثل الإيكيب نتاعو، وإن شاء الله نعملوا تورنوا كبيرة وتنجح إن شاء الله. الحمد لله جي في بارتي دي كات بخوميي وصلت الثاني، ولقيت صعب أما أون ميم تون لقيت أون فاسيليتي، وين هي سي أن جو بالكالم من غير ما تخرج من الأطراح نتاعك كيما الكرة صحيحة. أكثر من 120 لاعب تنافسوا من أجل 4 و5 مقاعد في اختصاص فيفا 2020 وبرو 2020 في أجواء مميزة وبتنظيم محكم. 36 لاعب باش يلعبوا في دورة على يومين، باش يكونوا منهم في دور النهائي 8 لاعبين، باش يكونوا في ميني شامبيونا، باش نختاروا منهم 3 لاعبين باش اللي هما باش يمثلوا، باش يكونوا من بين اللاعبين باش يمثلوا الملعب التونسي في البطولة اللي باش نظمها الجامعة التونسية للإيسبور. هما اختاروا 4 والأربعة باش نصحوا كونترا إن شاء الله قبل الشامبيونا اللي باش تبدا في مارس. في برشا فلوس كونترا هذايا. والله مازلت ما نعرفش، المفيد هي البقلاوة جمعيتي والمفيد نلعب على خاطر البقلاوة أهم من الفلوس إن شاء الله. هي تظاهرة ثانية في تونس بعد الترجي الرياضي، يأتي الملعب التونسي، فهل ترى هذه الرياضات النجاح في تونس؟ خاصة بعد إقرار أول تجربة بطولة للرياضات الإلكترونية من الجامعة التونسية في مارس القادم. شاركت في كأس العالم في البرو إيفوليسيون سوكير اللي هما يلعبوا فيها توا في كوريا الجنوبية. وترى اللي النيفو في تونس مازال بعيد برشا عن النيفو العالمي اللي شاركت فيه أنت وجبتو؟ لا مانيش بعاد برشا، إذا كان جوست معناتها يخدموا لي جون نتاعنا في تونس ويكونوا موجودين في لي أسوسياسيون، نجموا في ظرف عام ولا عامين نوصلوا لنيفو انترناسيونال ونوليو نجموا حتى نربحوهم عادي على الأخر. نشوف شو نقول لك، مانيش بعاد برشا، لكن نحاولوا نوصلوا، نحاولوا نخلطوا كيفهم، نحاولوا نعملوا المجهود الكافي باش نكونوا معناتها في معناتها واصلين كيما نقول لك، فهمت؟ خاطر شوف مازلنا جدد، هذا معناتها هذه البداية وإن شاء الله نكونوا حاضرين معناتها ومازال، فهمت؟ والله هو التعليق معناتها جو بونس للمعلق اللي باش يعلق على الماتش كرة قدم باش يكون مركز أكثر على التعليق على المباراة، مي بالنسبة للكوميونيتي نتاع الفيفا معناتها أنت كي باش تعلق لازم تعطي ديزانفورماسيون باغالي، معناتها تنجم خاطر مش العباد الكل اللي باش تتفرج فيك تفهم فيفا وتفهم كيفاش تلعب اللعبة. عربي انت تفهم فيها الفيفا او قالك مش عباد الكل؟ بون انا مازلت في مرحله الهوايه مانيش برو كيفهم، مي اوريزمون مش هكونوا محظوظين مش هلعبوا ولا تابي به، ما فيهاش حفر وما فيهاش مشكله نتاع جمهور على الاقل، معناها فرصه. هي الحقيقه انا برشا شباب معناها مغروم بالرياضه ذي سيرتو الرياضه الالكترونيه، واللي باش يزيد شويه كونه باش يكون فيها دي ديربي ودي كلاسيكو، يعني اليوم دخلت نادي الفريق يدخل ترجي نادي التونسي كان هو السباق، نجم نادي الساحلي، الملعب التونسي، يعني الشارم نتاع الاسامي هذوما يخليهم في حد ذاتهم يكون فما بطوله، حتى هي بطوله افتراضيه يعني اليوم، لكن اكيد علاش لا، التوانسه ديما رايدين في المجالات هذيا، ان شاء الله يكونوا عندنا نهار اخر تيم باهيه، وعلاش لا ما نكونوش في نيفو عالمي.
شنو دار دربي بطولة مش دربي بطولة ما يلزمها حد رياضي زاد نعملوا لها فقره خاصه لا لا حد رياضي تحبومه اختصاص فما ديزيميسيون فما ديزيميسيون البراي فما ديزيميسيون خاصه بهم اكيد هو ده ولا اللعبه دي ريمانيا سبقونا فيها ديجا لانه تعرف مربوطه بالتطور التكنولوجي اما اليوم كما قلت لك دخول الانديه الكبيره اللي عندها اسم كبير في تونس في التقنيه وفي في 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 خاطر عندنا جامعه تونسيه اليوم راهو الالكترونيه يعني اليوم باش يكون فما نشاط مقنن وباش يكون فما تتويج وفما شامبيونات في اخر العام ودي تيتر اكيد معناها بمرور الوقت باش تولي عندنا ان شاء الله تقاليد في اللعبه هذه. باهي كابتن اي حاجه انت تحبها الدخله ماهيش حكر كان على الرابطه الاولى ايضا في الرابطه الثالثه فما دخله حلوه برشا في دربي الرابطه الثالثه بين منزل كوكب منزل نور والقلعه الرياضيه عملوا دخله حكاوا عليها برشا في صفحات التواصل الاجتماعي وحتى في الصفحات العربيه عجبتهم برشا نشوفوها مع بعضنا الرساله تاع الدخله هي اكثر من الدخله اي خلينا نشوفوها مع حسام غراد وبعد نعلق ان شاء الله منزل النور واللي مازال يحلو لسقيانها تسميتها بداموس نسبة لهضاب الدائرة بها مدينة من ولاية المستير اقترن اسمها باسم الباهي لدغم رئيس وزراء بورقيبة في الستينات أما هالأيامات المدينة أثرت الضجة وعملت البوز بكوكبها اللي يلعب في التورزيام ديفيزيون وألترواتها الداموسيانو واللي في وقت برش عبيد تحكي على موت الموفمة في البلاد أبدعوا الجمعة اللي تعديت في الدربي ضد القلعة دخلة تغلب عليها ميساج الخير مع باتمان ضد الشر مع الجوكر مجموعة ضحات برشا خلقت عقلية جديدة يعني في الأقسام السفلى كنا سباقين يعني في الأقسام هذه بالتشجيعات وجماهير كيفاش تضحي يمكن مجموعة خذات على عاتقها حتى حاجات أكثر يعني من معناها حاجات أكثر أنها تكون متاع جماهير سنة 2013 مجموعة داموسيانو كانت بادرت ودخلت حتى مع الهيئة يعني في التسيير وكما يقولوا داموسيانو الكوكب الرياضي المازن نور The war has just begun على الأقل ختمنا بحاجة باهية يا كابتن هي شو وسيلة للتعبير خاطر الوليدات هذوما ما عندهم شي فرصة باش يفرحوا باش يعملوا حفلة باش يعبروا جات الفرصة هذه بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة وأتمنى أن يكون التعبير عام وليس معناها ظرفي ليه وخاصة الميساج اللي عدوه عربي أكيد هو فرجنا تو في التقرير فما رسالة معناها مش جوست دخلة هيك معناها نتاع كورة فما ميساج تقال والاهم من هذا كله انه جاء من بلاصه صغيره خلينا نقولوا معناها جمعيه تلعب في الالكتروات تقريبا جمهور خمم باش يعمل دخله بالمساج هذاك ان شاء الله يواصلوا هكا وان شاء الله كما قال الكابتن تولي ظاهره عامه لانه اليوم مستحقين يكون حتى الكلاش يكون راقي شويه معناها ما نحبوا لغه العنف في التيران وتكسير ونضربوا كار ونضربوا ملاعبيه نحبوا اليوم الميساج والكلاش والدربيات يكونوا هكا معناها الميساج بين الجمهور يكون هكا راقي معناها رساله تيفو في دربي كما نشوفوا توا حتى في ديربيات مثلا اللي كنا نحن قبل خير منهم ديربي الرجاء وديربي الوداد نشوفوا في دي ميساج حلوين برشا ولا العالم الكل يحكي عليهم علاش ليه اليوم لي زيماج هذوما نعموهم باش يكونوا ديما الديفي بين الجماهير كو سوسوا معناها الموجود على التيران ولا في المدارج رساله وديه اكثر منه عنف ولا رهان نتاع مباراه كره قدم هذا اهم شيء وبالمساج الحلو نتاعك عربي نوصل لنهايه الحصه اليوم نتمنى اكيد انها نالت اعجابكم سي عمار شكرا على الحضور وان شاء الله لاباس خاطر جيتنا وانت مريض لطف عليك وان شاء الله لاباس كابتن خالد شكرا ليك عربي اعطيتنا الاضافه شكرا على الحضور زميلنا بجريده الشارع المغاربي نشكركم على حسن المتابعه تصبح على خير الى الحصه القادمه ان شاء الله